يعني في ناس مثلا اقول له ما شفتكش على الزوم، يقول لي لا ما انا شفته على اليوتيوب. كذا من عندنا من الفيوم. واحنا بقى بيحضر لنا على اليوتيوب كتير. هو الحقيقه انا لن امل من شكركم، يعني شكر الدكتور طاهر وشكرك يا زهراء ربنا على يكرمك، المجهود اللي بتعملوه الحقيقه. ربنا يكرمك يا دكتور، احنا من غير حضراتكم ولا حاجة يعني. لا والله بفضل الله ثم ليكو، يعني الطاهر وحضرتك. ربنا يكرمك يا دكتور. ربنا احنا دلوقتي جاهزين والريكوردينج هيبتدي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، واليوتيوب بدأ خلاص. كويس. نبدأ يا فندم إن شاء الله. يا فندم اتفضل. طيب زي ما كنت بقول من دقايق، يعني وحشتوني كلكم، دكتور طاهر ودكتورة زهراء وحشتوني جدا جدا، وبكرر هفضل أكرر شكري للمجهود والله المستدين احنا اللي اللي بيعملوه بنشكر معانا حضرتك. والأودينسز، سواء على اليوتيوب بعدين أو اللي معانا دلوقتي. أنا سعيد جدا بصحبتكم، وحشتوني بقالنا كذا أسبوع يعني ما عرفناش يعني نقضي وقت في برزنتيشن لاسباب مختلفه. انما احنا النهارده مش هتكلم على التروما النهارده من باب التغيير، لان كان احد الناس كان بيقترح حاجه هيد اند نيك، فانا قلت من باب التغيير بس النهارده هنتكلم على الكرنت كونسبتس ان فيري كومن سيرجيكال براكتس اند ميديكال براكتس، مشاكل الثايرويد. ده مش انا. كده تمام دكتورة زهراء؟ ايوه يا فندم. أنا مسموع؟ حضرتك مسموع. أنا إحنا يعني هن تاتش داون الكومن ثايرويد بروبلمز اند ذا كومن كارنت كونسبتس في ماجنتيود اوف سيرجري ان ديفرنت ثايرويد ديزيزز. عشان نراجع مع بعض هنلاقي الراجل الامريكاني هالستيد اللي احنا بنجيب سيرته في الهالستيد ماستكتومي اللي هو بدأ سنه 1982. هو كان جراح في جون هوبكنز في اليونايتد ستيتس اوف امريكا، وعشان نعرف هو بقاله قد ايه نقول ان هو وصف الكلاسيك راديكال ماستكتومي اللي قعدت حوالي 100 سنه effective treatment بدأها واستابلشد ات من سنة 1882. وفي نفس التوقيت تقريبا كان مشهور عنه ان هو احسن جراح في امريكا يعمل ثايرويد سيرجري، لانه الثايرويد بتعوز meticulous knowledge about the anatomy and meticulous dissection and meticulous surgical talents، لأن الرقبة فيها كم من الأورجنز وكم من أنا متأسف في اللفظ المواسير، مواسير هواء ومواسير بلع ومواسير أعصاب ومواسير أرتريز وفينز وليمفاتكس. وكان بيتقال إنه اللي يتقن نيك سيرجري اللي هي محتاجة أناتوميكال باك جراوند كويسة جدا هيتقن ثايرويد سيرجري، واللي يتقن الاثنين يبقى جراح كويس جدا.
دي صورة هالستاد اللي هو من أوائل الناس اشتغلت كلاسيك بروبر ثايرويدكتومي. ولو بصينا عنها لمين هنقول إن الثايرويد جلاند قاعدة متربعة في مكان مهم. We have كلنا عارفين تازا رايت لوب أنا ليفت لوب وبينهم كوبري كده أنطرة اسمها الإزمس يتخن أو يرفع يطول أو يعرض حسب ظروف كل حالة، وقد يطلع لسان نونو كده من نص الإزمس لفوق اللي هو البيراميدال لوب. لو بصينا كده عشان نبقى acquainted هنشوف علاقة النورمال ثايرويد بالتراكيال رينجز the cricoid cartilage and the lower two thirds of the lateral side of the thyroid cartilage. طبعا ده المأساة النورمال، إنما in very huge thyroid diseases in diseases which produces huge thyroid enlargement swelling بيحتل higher lower backwards posterior domains عن اللي موصوف ده. ده statue لشخص قصير من ancient Egyptians. statue ده موري recurrent thyroid swelling، الثايرويد كبيرة وفي سكار معرفش كتفوا الراجل ولا عملوا له ايه عشان يشيلوا له جزء من الثايرويد. وساعات الواحد بيربط ما بين ان هو قصير وان الثايرويد اللي فيه محاوله لشيلها بجرح باين ورجعت ان ده كريتينويد جويتر زي البندريت سيندروم اللي موصوفه اللي هي انزيماتيك ديفكت في تصنيع الثايرويد هرمونز. تعالوا نشوف الجراحين من البدايه خالص من سنين طويله جدا ايه الممارسات الجراحيه او الاستئصاليه اللي عملوها للغده الدرقيه. هنلاقي انه في تيرمز كده معينه انقرضت انما هنقولها عشان لو في حد بيعملها نقول له بلاش تعملها. ابسط حاجه لامبكتومي يعني اكسيجن اوف نوديول وذ فيري مينيمال اماونت اوف سراوندينج ثايرويد تيشو، ارجوكم ما تعملوهاش خالص. نتحسن شوية partial thyroidectomy يعني excision of the dual with a large part of tissues surrounding the thyroid tissue حوالين يعني زي lumpectomy بس المارجن أوسع شوية، وبرضو عشان خاطر ما تعملوهاش. then comes the hemithyroidectomy اللي هنبنشيل lobe with the isthmus، والcurrent concept إن هو أصغر biopsy للثايرويد is hemithyroidectomy. يعني لو عندنا solid lesion أو suspicious lesion حضرتك even أخدان biopsy منه ال current concepts في مصر وفي أغلب الدول خارج مصر إنه ال fine needle aspiration cytology even ال core biopsy عمرها ما تقدر تقول بالضبط إيه اللي موجود. أقصى حاجة هتقولها لو sometimes تقدر تقول إنه this is papillary formations، إنما 99% هو تقريب يجي لك والباثولوجيست الأونس بيقول لك ما عرفش أقول أكتر من كده في نيدل بيوبسي إن في خلايا شكلها of follicular element، ولا يقدر يقول هي benign ولا يقدر يقول إنها malignant. وبالتالي إحنا لو نفتكر إن لو عندنا solid solitary nodule of thyroid واحنا شاكين انها هي could be malignant للباثولوجيست اللي بيحترموا نفسهم بيشجعونا ان احنا نحط ابره وذر كور او فاين نيدل فيها وال should be done is hemithyroidectomy to provide decent tissues for the histopathology. And sometimes يبقى الهيموثيرويدكتومي ده اللي اتعمل بنية ان هو بايوبسي ان هو يبقى الحل المثالي even للمشكلة، يبقى خلاص يبقى هو اتشخصت وتعالجت وده يبقى enough. طيب يبقى احنا شطبنا اللامبكتومي ما تتعملش، شطبنا البارشال ثيرويدكتومي ارجوكم ما تتعملش، الهيموثيرويدكتومي تتعمل even لو عندنا suspicious lesion وعايزين تيشو دياجنوزيس من فضلك ادخل وشيل اللوب المعني باللي فيه وابعته باثولوجي واستنى يوم او اثنين فور
an accurate histopathological diagnosis. طيب في عملية أكبر شوية بتتعمل للثايرويد لأمراض أخرى subtotal thyroidectomy excision of more than one half of each of thyroid gland on each side plus the isthmus. والsubtotal thyroidectomy كانت الكلاسيك procedure اللي بتعمل للnon-malignant thyroid swellings warranting أو indicating surgery. يعني قعدنا سنين طويلة قد تصل لـ 100 سنة إنه الأسلوب العلاجي للأمراض الثايرويد اللي حق عليها القول ومحتاجة استئصال is subtotal thyroidectomy. ولا زالت as a safe procedure if indicated. دخلنا بقى في حاجتين جداد الـ near total thyroidectomy and the total thyroidectomy. The near total which is complete excision of lobe and isthmus with 90% of the other lobe. يعني كأنك بتعمل total lobectomy على الناحية وتشيل الإزمس بالكامل بالبيراميدال لوب واللوب المتبقي بتشيل 90% منه. ده ما يسمى near total thyroidectomy. طيب في أكتر من كده؟ يس. Total thyroidectomy إنك أنت بتشيل all the thyroid gland, both lobes and the isthmus. ما تسيبش حاجة خالص. في النص كده في لحظة صغيرة كده ختمنا بيها اسمها completion thyroidectomy. هو ما فيش planned surgery in a virgin thyroid gland اسمها completion thyroidectomy. إنما احنا محافظين على الترم ده لو اتعمل hemithyroidectomy من اللي قلنا عليه وطلعت malignant. Sometimes حسب السكورينج سيستم اللي هنقوله بعد شوية لو papilliferous adenocarcinoma والنوديول صغيرة وفيميل وأقل من سن 40 sometimes ده يكفي in papilliferous adenocarcinoma. إنما لو papilliferous حجمها كبير in a male فوق سن 40 أو multicentric or in all follicular adenocarcinomas or in all mixed carcinomas of the thyroid, follicular and papillary وشلت عملت hemithyroidectomy والبايبسي طلعت بالقلنا ده طلعت follicular أو mixed أو papilliferous من نوع الأجريسيف then you have to go back لأسباب مختلفة to complete the remaining part of the thyroid. أنا خايف أنسى في الختام كلمتين عن completion thyroidectomy فهنقولهم دلوقتي. لو احنا dealing with malignant thyroid كلنا عارفين malignant thyroid يا اما differentiated يا undifferentiated. مش هقول بقى الميتاستاتيك او اللي جاي لها ميتاستاتيك مكان اخر, مش هتكلم على malignant lymphoma اللي ممكن تيجي في الثايرويد. انا هتكلم على differentiated and undifferentiated. Undifferentiated is the anaplastic carcinoma of thyroid. It is very radiosensitive. Prognosis سيء جدا وهي عاملة زي شكارت الأسمنت aggressive locally وبتعمل tracheal obstruction and even invasion. هي حاجة rare ودور جراحة فيها محدود باستثناء ان احنا ممكن لو هي خانقة المريض قوي even حد أدنى we can remove the isthmus بس to give space للتراكية انها تسكيب من المالجنس اليمين وشمال. واذا عرفت تشيل بتحاول انما يفضل في الانابلاستيك يو دونت. طيب نيجي للديفرينشيتد. احنا عندنا الليس اجريسيف البابيلاري ادينوكارسينوما ثايرويد بتسبريد لوكال سبريد ليمفاتكس ريرلي ات سبريدز باي بلاد انما اتس لوكال ديزيز. والمدهش في البابيلاري ادم كانسون ثايرويد انها يعني تقريبا السرطان الوحيد اللي مش بس رير يوصل للانفينودز انما لو وصل للانفينودز this does not deteriorate the prognostic situation of the patient. يعني احنا قعدنا ندرس كتير وما زلنا بنقول انه في الكانسر بريست لو الانفينودز نيجاتيف وبقيه العوامل جيده بنتكلم على ديزيز فري سرفايفل more than 90%. لما الأكزيلاري نودز في الكانسر بريست بيبقوا بوزيتيف خصوصا لو اكثر من 3 البروجنوزس 90% كنترول ريت او ديزيز فري سرفايفل بتقل جدا 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 سيجنيفيكانتلي يعني بتقل عن 90% كتير. المالجن البابيلاري ادم كانسر ثايرويد ايفن لو وصلت للليمف نودز
المدهش انه لو شلنا الليمف نودز وايفن لما بنشيل الليمف نودز في الكانسر ثايرويد بنشيل الانلارجد او الافكتد بس بنلقطهم او بيكينج او ما يسمى سيلكتيف نت ديسكشن يو دونت جو فورمالي اند ريموف اول ذا نودز اند ستيلوماسويد اند تانا جاجرر زي كلاسيك نت ديسكشن لا تخش تشيل يا دوبك الافكتد والبروجنوزس هو هو كان النودز وير نيجاتيف. لو هو بيور بابيلر ادن كارسينوما وما فيش نودال ديزيز والاربعه خمسه فاكتورز اللي بيقولوا ده اجريسيف ديزيز محتاج اجريسيف تريتمنت او ده لسه اجريسيف ديزيز محتاج لسه اجريسيف تريتمنت السن اقل من 40 سنه يبقى ده لسه اجريسيف يستاهل تريتمنت استئصالي حنين. لو في ميل الاجريشن بيبقى اقل من الميل في الكانسر ثيرويد الحجم كانوا زمان يقولوا 2 سنتي اكتر من كده عايزه ابيت مور اجريسيف 10 سنتي دي زادت شويه دلوقتي في الجايد لاينز بقت اكتر من 10 سنتي بشويتين ثلاثه اند اف ات از نوت مالتي سنتر لو الاربعه فاكتورز دول زراف ولطاف يعني في ميل سنها حاجه 20 هي البابيلاري ادينكرسوم ثايرويد بتيجي في حاجه 20 يس البابيلاري ادينكرسوم ليها تو بيكس اوف انسيدنس العشرينات والاربعينات لو جت في اليونج ايج ان في ميل وحجمها 2 سنتي ومفيش اكسترا كابسول انفيجن اند اتس نوت مالتي سنتريك وعملت هيموثايرويدكتومي وطلعت بابيلاري ادينكرسوم بالمفصبط اللي انا قلتها في البنوته او الست في الايدج والوصف اللي قلناه يكتفى بهذا فولو اب ونقطه من اول السطر. لو هي بره الانكلوجن كرايتيريا دي يعني لو ميل سنه 50 سنه لو البابيلاري ادينكرسوما حجمها فوق ال 4 5 سنتي لو هي مالتي سنتريك لو في كابسول انفيجن وعملت هيموثايرويدكتومي فور بايوبسي لاسباب تشخيصيه وقال بايوبسي بعد يومين ثلاثة انها بيور بابيليفرس ادينكرسوما في ثايرويد وان حجمها اكثر من 5 سنتي وان في اكسترا كابسول انفيجن وبالصدفه كانت ان ميل فوق ال 40 then you must go back تفتح رقبه العيان ثاني في اوضه العمليات تبنجه وتشيل بقيه ثايرويد اللي احنا بنسميه كومبليشن ثايرويدكتومي. طيب لو هي فوليكولر او لو هي ميكسد اليمنت يعني عملت هيموثايرويدكتومي والبايوبسي جاي انها فوليكولر او جاء البايوبسي انها بابيلاري على فوليكولر هنودين السرطان ما دام في فوليكولر اليمنت حتى لو معاه بابيلاري هنعتبره فوليكولر يعني لو هو خليط من البابيلاري والفوليكولر هنعتبر ان اللي سايق الأسوأ والمور اجريسيف اللي هو الفوليكولر. فوليكولر عكس البابيلاري it spreads by blood you must remove the thyroid gland totally. شوف انا قلتها كم مره ليه لانه لازم اللي يتم بعد التوتال ثيرويدكتومي ان احنا بندي راديو اكتيف ايزوتوب فما بنشيل الثايرويد توتالي التي اس اتش طبعا بيعلى لانه مش لاقي مصنع يشغله فما يعلى لو في سيلولر ديبوزيتس حتى على مستوى السيلولر بيمارس دور تنشيطي على السيلولر ديبوزيتس فلما تدي راديو اكتيف ايودين اليود المشع يروح للسيلولر ديبوزيتس حتى اللي انت مش شايفها في بيت سي تي اند ات كيلز ذم سو يو ماست ريموف ذا توتال ثايرويد ذا ثايرويد توتالي في الفوليكولار ادينكارسينوما ولو هي هيموثايرويدكتومي يو ماست جو باك اند ريموف ذا ريست اوف ات توتالي ما تسيبش اي ثايرويد تيشو وبعد كده العيان يقعد بقيه حياته ما ياخد ثايرويد ريبليسمنت ثايروكسين او التروكسين مش ريبليسمنت بقى ياخد ثلاث اضعاف الجرعه دي ثلاث اضعاف الريبليسمنت ثيرابي تو سبريس تي اس اتش لانه اي خليه نايمه هنا ولا هنا ديبندنت على تي اس اتش وبالتالي جزء من علاج الفوليكولار ادينكارسينوما انك انت تشيل الثايرويد توتالي وتدي جرعه كبيره من الاتروكسين ثلاث اضعاف الريبليسمنت المعتاد عشان التي اس اتش يفضل واطي. دي انواع الثايرويدكتومي اللي احنا ممكن نعملها.
اللي خلانا اختار هذا العنوان زي ما بنقول what are the current indications for thyroidectomy. هل هي زي ما كانت من 40-50 سنة لما كنا يعني لما كنت أنا نايب مثلا؟ لا، لما كنا نواب في أوائل السبعينات كان كل لسة ينزل فيها حالتين ثلاثة thyroidectomy for simple nodular goiter. زمايلنا بتوع النساء كان بينزل فايبرويد مايومكتومي أو even هيستريكتومي للفايبرويد، أي فايبرويد كان بيتشال. كذلك زمايلنا بتوع المسالك كان السنايل انلارج بروستات with minimal symptoms كان بيخشوا for prostatectomy open millions and flares prostatectomy. الكلام ده كان في السبعينات، ما دخلنا على الثمانينات والتسعينات. كل ده تغير راديكالي لدرجة انه من 30 سنة شركات التأمين في اوروبا وفي امريكا does not sponsor، ما تدفعش فاتورة prostatectomy او fibroid surgery او thyroidectomy الا لو دخل الguidelines والindications. وبالتالي ما بقاش كل مريض عنده سنايل لارج بروستات يتعمل له بروستاتكتومي، ولا كل ست عندها فايبرويد ان هير يوترس شي هاز تو بي اوبريت ابون. كذلك السمبل نودل جويتر ما عدناش بنعمل ثايرويدكتومي او جراحه سواء سبتوتال او غيرها الا الانديكيشنز ضيقه ان سمبل نودل جويتر. ليه بقى التغيير ده حصل ليه؟ لان احنا ورثنا في السبعينات، أنا ورثت في أوائل السبعينات teaching بيقول إنه السيمبتوم جويتر could turn to cancer thyroid. وده ما كانش كذب، هو كان ملحوظة إن بعض الحالات اللي عايشة بقالها 30-40-50 سنة بثيرويد بسيمبتوم جويتر ساعات في سن 40 والخمسين يطلع لهم cancer thyroid. فكان بيحصل ترابط ما بين الله ده ما شالش السيمبتوم جويتر وسبب رقبته 20-30 سنة والنهاردة عنده كانسر ثيرويد، يبقى السيمبتوم جويتر هو اللي قلبه إلى كانسر ثيرويد. كلام خد سنين طويلة في شغل باثولوجي وعينات مركونة وبيقعد فحصها تاني، اتضح إنه الكانسر ثيرويد اللي بيحصل في ثيرويد جلاند اللي فيها سيمبل نودول جويتر does not happen في النودولز at all. It happens in the tissues in between. والريال انسيدنس زيه زي الباقيين. سو سمبتوم جويتر ثبت بوجه اليقين انه it is not actually precancerous. ده coincidence، يعني الانسجه اللي ما بين النوديولز السمبل نودول جويتر ان كان مكتوب لها تشوف كانسر ثايرويد زي الغده اللي ما فيهاش نوديولز هيجي لها كانسر ثايرويد. وبالتالي ما بقيناش نعمل بروفيلاكتيك ثايرويدكتومي للسمبل نودول جويتر ات اول لمنع حدوث precancer changes بعد كده، لأن simple nodular goiter is not precancerous anymore. anymore دي بقى لها 30 سنة، يعني ده مش تغيير حصل امبارح الصبح. طيب نرجع تاني simple nodular goiter اللي هو ثالث stage في simple goiter. احنا بقوله simple goiter بيبدأ في البنات اللي وصلوا للمنارك في سن 13-14-15 سنة وبيبقى soft smooth symmetrical enlargement، عمره ما يبقى له جراحه بتاتا. قد يعدي في مرحله الكولايد، وممكن السايكل دي لو كررت مرات متعدده ممكن على العشرينات اواخر العشرينات يبقى فيه شويه نودولاريتي. بطلنا نعمل سيرجري اغلب حالات السمبل نودول جويتر الا لو عامله ريال بريشر مانيفيستيشنز. لو مش عامله ريال بريشر مانيفيستيشنز ما تلمسوهاش رجاء. وممكن حجمها لو سن مضايق المريض تكشش حجمها انك تدي سمول دوز اوف اتروكسين 0.05 مايكرون 50 مايكرون 0.05 ملي جرام قرص واحد يوميا. ذس ويل هيهدي الدنيا وهيقلل تي اس اتش وهيصغر حجم الجلاند، مش هيريفرس الباثولوجي ات اول، بس حجم المصنع هيقل لانك اديت جزء من الاحتياجات جاهزه بسمول دوز اوف اتروكسين، مش توتال ريبليسمنت سبريسيف دوز. نو نو نو، سمول دوز اوف اتروكسين. مش يود بقى، مش لوجوزايدين ونقط يود وكلام من ده. لو هو عامله ريال بريشر مانيفيستيشنز عنيفه جدا السمبل نودول جويتر وي ماي كونسيدر جراحه. طيب انهي جراحه بقى؟ ماجنيتيود اوف ثيرويدكتومي ان
well indicated huge compressing simple nodular goiter. ايه هي بقى؟ هنعمل السبتوتال التراديشنال اللي هي اثبتت وجودها على اكثر من 100 سنه ولا هنعمل توتال؟ انا خايف اقول ان بقى في جيل موجود مقتنع او استاذ او يعني او انا متاسف اقول انه يعني فاهم غلط استسهال التوتال ثيرودكتومي وبيقول احل المشكله توتالي بتوتال وخلصنا لاحسن يجي لها ريكارنس. ففي ناس بتعمل توتال ثيرودكتومي ان سمبل نودل جويتر عشان ما يحصلش ريكارنس ويبقى خلص من المشكله تماما. وفي نفس الوقت هو كان عنده عقيده اخرى انه ايفن الثايرويد ريزيديو اللي بنسيبه after subtotal thyroidectomy it may not be sufficient to secrete the essential daily needs of thyroid hormones. احنا في السبتوتال بنسيب جزء من الثايرويد جلاند هدفه ان احنا نقلل فرص اذيه الاربعه باراثايرويدز ونقلل اذيه فرص النيرف انجريز وذر السوبيريور او الاكسترنال لينجل او ريكارد ونقلل فرص ازاء الباراثايرويدز وبنسيب ثايرويد تيشو عشما او هوبفولي ان هي تقضي المريض او تقلل احتياجاته. اذا كان هياخد ريبليسمنت ثيرابي هياخد ريبليسمنت ثيرابي قليل لان المصنع فيه جزء منه متبقي وهيقوم بالواجب ويصنع جزء او كل ما يحتاجه الجسم. الناس اللي بتقول توتال قال لك هو الحقيقه صعب جدا عندكش انت ميزان جوهرجي يشوف انت هتسيب قد ايه بالظبط يقضي. وعمرك ما بتسيب حاجه تقضي بالظبط، هتسيب يا سن ازيد يا سن انقص. فما دام القصه في الاخر هياخد ريبليسمنت غالبا، طب ما نشيل الغده كلها. احنا عايزين قبل ما ننقل على الاذر ديزيز عايزين كرجاله كده وكستات جراحات وكناس محترمه وكناس صادقه مع نفسها لازم كلنا نقر زي ما الناس الاشطر واكتر مننا اللي في الميجا سنترز اللي بيعملوا 10 12 ثايرويد بير داي في ثياترز في ثياتر كومباوند في مستشفى زي الميموريال بتاع نيويورك حوالي 40 ثياتر شغالين يوميا حالات مختلفه. الميجا سنتر بتقول يقينا in the best hands لو جوهرجي اللي شغال in the best hands كل ما حجم الاستئصال يزيد في الثايرويد كل ما فرص إهانة وإزاء الباراثايرويدز and the nerves around the thyroid to happen. اللي لازم نقر انه لما نعمل total thyroidectomy in the same hands حتى لو انت highly experienced بشطارتك ولو انت لابس حتى لوب عدسه او بصبرك اثناء الشغل ديفينتلي لو عملت حالات كتير chances of injuring the recurrent laryngeal or the superior laryngeal and the parathyroids اعلى لو انت شلت الغده كامله عن السبتوتال. وبالتالي لازم احنا كنا بنتأنى جدا قبل ما نقرر ان احنا هنعمل توتال in non-neoplastic conditions لانه مش عايزين نبقى too proud of ourselves نقول والله ده احنا بنعملها وعمري ما شفت recurrent injury ولا عمري ما شفت parathyroid injury. اللي عمره ما شافش يا اما too lucky وانا ما شفتش حد too lucky في حياتي لانه كل واحد بيبتلى من انا لاخر، يا اما ما اشتغلش حالات كتير ومستني البلوه مستنياه او هو مستني البلوه تجيله بعد شويه وربنا رحمه بدل ما تجيله بدري ويبطل شغله ويترفع عليه قضيه هتجيله وخري بعد ما يمكن اسمه يدافع عنه او يعرف يستحمل facing such a serious complication. او الثالثه ان هو actually مصدق انه بيعمل توتال وهو actually بيسيب شويه بواقي postromedial بتقلل فرص الايتروجينيك انجري. عايزين نقر ده برضو الميجا سنترز بتقول كده ومنتهى التواضع اللي في الدنيا والغلب اللي في الدنيا صفوت عبد القادر بيقول كده. حجم الماجنيتيود اوف ثيرودكتومي كل ما كبرت يعني الهيمي ثيرودكتومي فرص انك تاذي حاجه قليله جدا جدا جدا، السبتوتال
فرص انك تأذي حاجه قليله. توتال فرص انك تأذي حاجه موجوده، انا بقولش 20%، انما ديفينتلي هاير عن السبتوتال وهاير عن الهيمي ثايرويدكتومي. يجب ان نقر بهذا. يبقى لما نيجي نعمل دراسه جدوى كوست افيكاسي الماجنيتيود اوف اكستربيشن، هنعمل سبتوتال ولا توتال او الهيمي، نشوف الديزيز اللي احنا داخلين نعمل نشتغله. إف بيملي عليك توتال زي في الفوليكولار أدينوكارسينوما أو في البابيلاري، الخمسة كريتيريا فيهم بتقول إنه أجريسيف ديزيز، يبقى حق عليها القول تعمل توتال وتستعين بالله عز وجل وتبقى فيري ميتيكولس وإن شاء الله هتعدي على خير ومش هتعور حاجة. إنما إن احنا نبدأ نأوفر دو توتال ثيرويدكتومي في سيمبل نودل جويتر أو إيفن توكسيك نودل جويتر، ده كلام محتاج إعادة نظر مننا عشان تبقى دراسة الجدوى موضوعية. احنا دلوقتي هننتقل، احنا اتكلمنا عن ثيرويدكتومي ان سيمبل جويتر، قلنا الانديكيشنز اوف سيرجري اساسا قلت جدا، لان البروفيلاكتيك ثيرويدكتومي ان سيمبل نودل جويتر كنا بنعملها في الستينات والسبعينات. انا اشتغلت في السبعينات، في الستينات انا كنت طالب في الكلية، كانت بتتعمل عشان ان كان بيتقال ان في برسنتج ممكن بعد 40 سنه يبقى عندها كارسينوما ثايرويد. اتضح الكلام ده مش حقيقي، ده هو اللي هيجي لها سرطان، هيجي لها سرطان في الانسجه اي بتوين. فكميه الثيرويدكتوميز ان نودل جويتر لو بنشتغل في مكان ايثيكال وبني ادم عنده ايثكس وعنده علم قلت جدا 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 جدا. يعني ممكن نسيب عيان عنده عيان عندها سيمبل نودل جويتر في حالها ما نعملهاش حاجه، او يس لو هي مايلد اور مودريت، لو هي مايلد سيبها في حالها خالص، لو هي مودريت ممكن تديها سمول دوز اوف التروكسين هيكشش حجم الجلاند حتى لو الباثولوجي ما بقاش ريفيرسد. وهنعمل الجراحه لو السيمبل جويتر از هيوج اند براكتسنج كومبريشن سيمتومز واضحه جدا، عشان خاطري اربط الحجم في السيمبل جويتر مع السيمتومز. يعني ممكن تجي لك ست بدا المونوبوز وبيجي لها هوت فلاشز واحساس بالخنقه وهي مخنوقه من دنيتها ومن جوزها ومن مسؤولياتها، وعندها مودريت او سمول سيمبل نودل جويتر بقاله سنين مش عامل مشاكل، تقول لك ده خنقاني. انت بشويه اناليسيس هتلاقي هي مخنوقه بس مش في رقبتها، وايفن عملت ثيرويدكتومي هي هتفضل مخنوقه من الظروف الستريسفول اللي هي عايشه فيها. طيب خلينا نموف اون لانتيتي ثانيه من امراض الثايرويد. سيبنا السيمبل جويتر او السيمبل نودل جويتر الى التوكسيك جويتر. الكلاسيك الانواع اللي احنا بنتعامل معاها او بنشوفها في التوكسيك جويتر الديفيوز انلارجمنت والتوكسيك نودل جويتر والاوتونوموس توكسيك نوديول، دول الكومنست ثلاثه ثايروتوكسيكوزيس اللي بتبريزنت تو اس. ومن باب الاكاديميك نوليدج احنا بطلنا نقول على الديفيوز توكسيك جويتر برايمري توكسيك جويتر، قعدنا سنين برضو بنقول برايمري عشان كان عندنا فهم غلط انه الديفيوز توكسيك جويتر ده المرض برايمرلي في الغده الدرقيه. It is not. دلوقتي في two elements الاوتوايميون element and the anterior pituitary hypothalamic imbalance اللي بيخلي في الآخر even الأكسس ده يدي stimulation of the thyroid in presence of high level. يعني high level اللي هو الفيدباك إنه لو المصنع بيصنع كمية استهلكت ولسه محتاجين الـ TSH والثيروتروبين releasing factor يعلى، يدي كرباج على الغدة الدرقية، المصنع يصنع أكتر لغاية ما الاحتياجات تفي بالغرض، يقوم الـ TSH يقل هو و TRF وتتظبط التصنيع على قد الneeds. في الـ diffuse toxic goiter في خلل في المنظومة دي، بحيث أنه لما المصنع يشتغل فوق الاحتياج الـ TSH و TRF ستيل عاليين ومكملين عاليين وعمالين يدوا كرباج للغدة الدرقية اللي الجسم مش محتاج الافرازات بتاعتها دي. ومن فضل الله تعالى وحمده ان جزء كبير حوالي 80% من العيانين دول من ايام الفراعنه بجد 80% من المرضى لو اتساب خالص سنه ونص
هيخش في ريميشن، هيطفي لوحده. ودي اسس علاج الديفيوز توكس جويتر. الديفيوز توكس جويتر اساس علاجه الميديكال تريتمنت، مش جراحه، مش جراحه، مش جراحه. قلتها ثلاث مرات اهو. طب الميديكال تريتمنت ايه؟ بنبدا بحاجتين سوا، بيتا بلوكر زي الاندرال عشان يفرمل السيمبتومز، وانت ريال انتي ثايرويد زي نيوميركازول او الثايوراسيل. الاثنين يمشوا سوا سوا لمده شهر، شهر وشويه، شهرين بالكثير، يكون اوريدي النيوميركازول او الانتي ثايرويد دراج كنترولد الجلاند اند كنترولد الموقف، ذن بنوقف البيتا بلوكر، ما عادش ليه احتياج. نقعد قد ايه؟ نقعد سنه ونص، ما نقولش بقى شهرين ونوقف نقول تحسن ولا لا، لو ريكيرد نعمل له عمليه. 18 شهر وهو كنترولد، وهو ويل كنترولد، نكمل 18 شهر. احنا مستنيين ايه؟ مستنيين اكشولي هو مش الدواء اللي هيطفيه، مستنيين الناتشرال ريميشن اللي هتحصل، اللي كانت بتحصل لقدماء المصريين او الناس اللي ما عندهمش ميديكال سيرفيس، اللي كانت بتحصل ناتشرالي، اللي هي السايكل الطبيعيه لهذا المرض اللي اسمه ديفيوز توكس جويتر، انه 70-80% they will go into remission بعد سنه ونص. اذا بعد سنه ونص بطلت الدواء وما حصلش ريميشن، then you will consider surgery. نصيحه برضو مش عن صفوة عبد القادر، عن الميجا سنترز، ثم عن صفوة عبد القادر الغلبان ده اللي بيكلمكم، حاولوا تتجنبوا الجراحه قدر الاستطاعه في الديفيوز توكس جويتر لو العيان يونج، لانه الحاله هتريكير حتى لو عمل يعني نير توتال. اليونجز بلاش تعملهم عمليات. العينين الديفيوز توكس جويتر اللي عندهم سيفير بروبتوزس بلاش تعملهم عمليات، لانه اللي انت بتعمله ممكن يأجرافيت البروبتوز، يعني استئصال غدة الرغيف قد أجرافيت البروبتوز. سيبك بقى من ده، في عمليات لتوسيع الاوربت وعمليات لتحسين البروبتوزس في العينين دول. الحقيقه الاكزوثالموس في العينين الديفيوز توكس جويتر ساعات بيبقى مايلد ومودريت، وساعات في ناس فيري سيفير بروبتوزس ان ديفيوز توكس جويتر لما سيتك تتورط وتعمل ثايرويدكتومي، many times the proptosis aggravates. الحالات برضو اللي لما تقدم رجل وتأخر رجل وما تسرعش في عملية أبدا في الديفيوز توكس جويتر، لو حجم الثايرويد جلاند تحت إيدك كنت بتفحصها والعيانة صحية في عيادتك قليل، لو السويلنج قليل جدا أو even moderate. أنا بيجي لي عيانات الثيرويد جلاند مش بالبابل خالص، انما هي عندها فول بلون بيكتشر اوف ديفيوز توكسيك جويتر وذ سيفير سيمبتومز. كل ما بقى العيانه يونج والسويلنج في رقبتها مش محسوس او مينيمال وعينيها جاهزه لبره، ارجوكوا ولوا الادبار وما تعملوهاش ثيرويدكتومي ما امكن، ما امكن. تظبط ميديكال تريتمنت، تشوف هي بجد بتاخده كومبلاينت ليه ولا لا، تغير نوع الانتي ثايرويد لغايه ما ربنا يكرم وتخش في ريميشن. الثلاثه دول اليونجز والجلاند فيهم مش محسوسه واللي عندهم سيفير بروبتوزس ان ديفيوز توكسيجويتر اللي كانوا زمان يسموها جريفز ديزيز او برايمري توكسيجويتر، بلاش ثايرويدكتومي فيها. انما كلاسيكالي لو بعدنا عن الثلاث اعتراضات دول، كلاسيكالي الديفيوز توكسيك جويتر اللي كانوا زمان يسموه برايمري، لو بعد 18 شهر من بروبر ميديكال تريتمنت ما حصلش ريميشن، يو ماي كونسيدر ثايرويدكتومي. نمره 2، ثايرويدكتومي ان ريلابسنج نون او نون كنترولبل ديفيوز توكسيك جويتر. موافقين؟ يعني لو بطلت بعد 18 شهر والتوكسيستي رجعت، توكل على الله. او في بعض الحالات اللي بياخد ميديكال تريتمنت مش كنترولبل، وبصوت واطي كده sometimes العين بجد ما يبقاش كومبلاينت، يعني ان هو ياخد قرصين نيوميركازول ثلاث مرات في اليوم قد 6 راس،
ولو سبير بياخد 3 أقراص 3 مرات في اليوم يعني 9 أقراص. وقرصة أو قرصين بيتا بلوكر. بشر كتير عمال poor patients، الدواء عندهم غالي، ممكن ياخد 2 3 ويبطل، ياخد 2 3 ويبطل. في دول بقى لو هو it is impossible أن يبقى compliant you may consider surgery، بس بعد ما تقعد مع العيان معدة طويلة تقول له أنت بدل ما تشتري نيوميكازول وإندرال أنت هتقعد بعد كده تاخد replacement therapy even لو عملت subtotal. putting in consideration أنك برضو تبعد عن العينين اليونج، تبعد عن العينين الثيرويد جلاند صغنونة ومش محسوسة قوي، مش كبيرة قوي، وتبعد عن العينين اللي عينيهم بحلقة قوي in diffuse oxidizer. طيب كل ده قلناها على diffuse. طب التوكسيك نودي ريجويتر، احنا علاجات التوكسيك جويتر in general diffuse the toxic nodal goiter and the autonomous toxic nodule واحد من 3 يا medical treatment، وقلنا ده treatment of excellence in diffuse toxic goiter تديه انت endocrinologist دي بس follow up وتاخد بالك. ونفتكر انه الانتثيرويد دراجز النيوميركازول بالذات انت محتاج تتشيك الوايت كاونت من ان الاخر قبل ما تبدأ treatment وبعديها، لانه sometimes بيأفكت ال الوايت سيلز ويجيب أجرانوسيتوزيس. محتاج تتشيك البلس، العين لازم يجي لك في الأول كل أسبوع وبعد أول شهر يجي لك مرة كل شهر، تعدله النبض بعقله هدوء، لأنه sometimes بليتا بروكر في بعض العينين السنسيتيف يدخلهم into beta into heart block. طب تاني علاج إيه غير الميديكال اللي هو treatment of excellence في diffuse toxic goiter وهنقعده 18 شهر؟ شوف أنا قلت كم 18 دي كم مرة؟ ده كتير. العلاج تاني surgery، والsurgery is the treatment of excellence in toxic nodal goiter، لأنه هو الحقيقة irreversible two pathologies. Simple goiter is irreversible pathology، والtoxic nodular element فيها another pathology irreversible pathology، فعلاجها thyroidectomy جراحة. ثالث علاج radiotherapy، actually it is the treatment of excellence in autonomous toxic nodule. ما بناش نحب ندي راديو يود مشع وراديو اكتيف وايدين في التوكسيك جويتر، لان الاحصائيات ورت ان sometimes بعد 20 30 سنه من ابتلاع جرعه علاجيه من اليود المشع، الناس اللي بتخضع لده بعد 20 30 سنه definitely incidence of cancer thyroid بيزيد فيهم. وبالتالي even radioactive iodine في التوكسيك جويتر مصحوب بمشاكل أخرى، إنك عمرك ما بتعرف بجد الجرعة اللي هتكنترول المصنع ده، نشاطه حجمه ندي يود مشع قد إيه. حتى مع الناس اللي بيشتغلوا نظائر مشعة الدكاترة اللي هيدوله radioactive iodine، حسبة الجرعة عمرها ما بتبقى accurate، وبالتالي انت بتمتهن بعيان خد radioactive iodine ويا اما عنده residual symptoms يا اما تزحلق انتو ميكس ديما. وعيب radioactive iodine تأثيره مش immediate، يعني هو عامل زي طلقة رصاص، اذا بلعته radioactive iodine وجرعة كانت كبيرة جدا، بعد شهر شهر ونص هتلاقي العيان بقى ميكس ديماتس، بقى hypothyroid خالص، كأنك عملته total thyroidectomy. طب يا ربي ده كنا حاسبين الجرعة انه هنسيب له جزء من الغدة تقضيه، صعب جدا. او العكس، انك تحسب له الفيزيائي هيحسب له جرعة الريدكتوبيدين والمريض ياخده وتلاقي بعد شهر ونص في ريزيديوال سيمتومز. هلا طب يعني هو اتلغى الريدكتوبيدين في علاج التوكسيك جويتر؟ لا ما اتلغاش، بيستخدم بحذر وبيستخدم بأريحية شديدة جدا في النوع الثالث من التوكسيك جويتر اللي هو الأوتونوموس توكسيك نوديول. يعني إيه؟ يعني أدينوما أو يعني هايبربليزيا أو هايبرتروفي في جزيرة محدودة منفردة في الغدة الدرقية، رفعت العلم وعلنت الاستقلال الذاتي وعمالة تفرز كيلوغرامات من الثيرويد هرمونز، مع إن التي سي اتش سليم
واطي وسبريس تماما. يعني البيتيوتري هايبوثالاميك اكسس سليم وغرقان هاي ليفل اوف ثايرويد هرمونز في الدم, فالتي اس اتش واطي جدا 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 جدا, ومع هذا البقعه دي اوتونوموس حكم ذاتي عماله تفرز وما لهاش دعوه بالتي اس اتش. ميزه دي انك لو عملت ايزوتوب ستدي يعني تكنيشن سكان للثايرويد هتلاقي الثايرويد جلاند كلها سبريست ما فيهاش اكتيفيتي خالص, سبريست تماما باستثناء البقعه السخنه اللي هي هتلتهم الريدوكابدين اللي انت هتديه. Then in autonomous toxin nodule عندك اختيار من علاجين, يا اما هيموثايرويدكتومي او تديها الريدوكابدين. لن يضر شيء بتاتا في الجسم الا الغده النشطه, البقعه النشطه. بقيه الغده الرقيه مش هتاخد مايكرون من الريديو اكتيف ايدين, وبالتالي لا هتتاذي ولا العينه هتتزحلق انتو ميكس ديما, ولا احتمالات يزيد الانسنس اوف مالجنسي بعد 20 سنه بالنسبه لها. سو ديفيوز توكس جويتر المين تريتمنت از ميديكال 18 شهر if relapsed if not responding you may consider surgery. وايفن في دول والعينه ممكن تبقى كانديد فور سيرجري, بلاش لو العينه فيري يونج, بلاش لو الغده الرقيه ما هياش سوولن تحت ايدك يعني مش سايزابل, بلاش لو عينيها بروبتوتيك قوي. طيب اني نوع ثايرويدكتومي؟ الامريكان اللي بدعوا التوتال ثايرويدكتومي ان نون مالجننت كونديشنز وعلى راسهم التوكسيك نودل جويتر. ليه بقى الامريكان اللي بدعوها؟ لان هناك في محامين شطار جدا من السبعينات والثمانينات وشغلتهم يصطادوا دكاتره بالنبله في قضايا التعويض. اما عيان امريكاني بيتعمل له ثايرويدكتومي فور توكسيك جويتر وبعد شهور او سنه او ثلاثه, ده انت يا دكتوره زهراء؟ دكتورة زهراء؟ لا مش أنا يا دكتور, ده حد تاني, بس أنا قفلت المايك خلاص. الأمريكان اللي بدعوا total thyroidectomy لمنع حدوث recurrence of toxicity بعد thyroidectomy for toxic goiter عشان ما يترفعش عليه قضية. الأهداف كلها كانت للسو cases عشان ما يروحش المحكمة لو حصل recurrence. إنما still يعني there is a chance إنه يروح المحكمة لما يعمل total thyroidectomy for toxic goiter ويبقى فيه touch of hypopara أو touch of nerve injury. خلينا نقر بده, وده مش عن صفة عبد القادر, ده الـ international guidelines بتقول إن definitely total thyroidectomy in toxic goiter carries more morbidities laryngeal nerve injuries and hypoparathyroidism. وطبعا العيان هيبقى سجين lifelong التروكسين replacement therapy, والتروكسين ممكن النهاردة يبقى موجود بكرة ما يلاقيهوش. بيجينا إخوة من السودان كتير فيها thyroid disease كتير جدا, في مشكلة دواء في السودان, ممكن أي دولة يبقى فيها مشكلة دواء, وانت بتسلم العيان replacement therapy بقيت عمره. النقطة الثانية ممكن يلاقيه ويبقى غالي, أنا بتكلمش عن النهاردة, إن ممكن يقعد 10-20 سنة ياخد التروكسين. المشكلة الثالثة إنه أي بني آدم في الدنيا ما بيبقاش سعيد ياخد دواء يوميا, وساعات يبقى نون كومبلاينت. من ضمن الحاجات اللي بتخلي المريض يبقى نون كومبلاينت ويسقط جرعة ويبطل ياخد دواء إنه يجرب مرة أو ينسى ياخد دواء يومين ثلاثة أو يوم ما يجربوش حاجة, يقول لك الله طب أنا ما جربتش حاجة, طب ما سقط يومين ما جربوش حاجه, طب ما صار اسبوع انا بقيت حلو, يتزحلق سايلنتلي على مدى شهور انتو هايبوثايرويديزم, وتلاقي اسرته اللي حواليه يقولك ده بقى هادي وامور وامير. هو مش هادي وامور وامير, ده بيتزحلق انتو ميكسديما. تشخيصها بقى فيري فيري ليت, وبتعمل ايرفيرسبل باثولوجي على الكارديوفاسكولار سيستم وعلى امور اخرى. فكل ما كان اهمال العلاج غير مصحوب بعقاب واضح في السيمتومز المريض يحس بيه, ده بيشجع
البني ادمين او المرضى ان هم يبقوا نون كومبلاينت. رير انتيتي لازم نلمس عليها طالما جبنا سيره الثايرويد, في انتيتي اسمها ثايرويدايتس, في الاكيوت والديكيرفان والسب اكيوت والريدلز اللي بتعمل فايبرس تيشو, دول رول الجراحه فيها الاكيوت زيرو ما تعملش ابدا, وهي ممكن تتغلط في ثايروتوكسكوزس. ساعات الاكيوت ثايرويدايتس الرقبه بتبقى سوالن وتندر والعين عنده تاكيكارديا, وايفن انت ممكن ساعتها تلاقي توكسيك سيمتومز وتسحب T3 والT4 تلاقيه عالي لانه الاسيناي والخلايا بتطرقع وتطلع اللي جواها في البلاد سيركيليشن, فبيجي لهم مومنتريلي ريليز اوف ستورد ثايرويد هرمونز. دي علاجها اوبزرفيشن, ولو سيمتومز شديده جدا سمول دوز اوف ستيرويدز, وبعد شويه هتلاقي T3 وT4 قل والدنيا هديت. الريدلز ثايرويدايتس فايبرس تيشو عنيف, ممكن لو عامله خانقه او تراكيه انشق الازمس, انما اكتومي ثايرويدكتومي سام تايمز ان كرونيك ثايرويدايتس الهاشيموتو تايب, انها هي العامه بيجيش بشهاده ميلاد مكتوب عليها هاشيموتو, بيجي ببقعه او نوديول شكلها مقلق كلينيكالي ومقلق في الايزوتوب, انها doesn't take الايزوتوب cold nodule, وفي الالترا ساوند سوليد, وايفن المنظر العام بيقول انها هاشيموتو بقى لها فتره طويله جدا النوديول دي. فانت لو قلق يو مي جو اند دو هيموثايرويدكتومي ان لوكالايزد هاشيموتو ثايرويدايتس, ايفن لو انت متاكد بنسبه 90% انها هاشيموتو, انما جو اهيد اند ريموف ذس لوب اللي فيه بقعه. طب ما الهاشيموتو ساعات بياخد الجلاند كلها, رول الجراحه فيها اقل واقل, وده الكرونيك هاشيموتو, انما السب اكيوت والاكيوت سيرجري لا. احنا قلنا المالجنت ثايرويد شرحناه في البدايه عشان ما ننساش, وقلنا ان ليس اجريسيف ثايرويدكتومي كود بي دان ان لو سكور بابيلاري كارسينوما, لحد انه ايفن لو انت عامل هيموثايرويدكتومي من شأن اخدام بايوبسي وتحليل, انه لو الريسك فاكتورز قليله جدا انه يكتفى بيها وما تعملش كومبليشن. وقلنا ان الاجريسيفنس ان بيور 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 بابيلاري كارسينوما is related للسايز والsex والايج والمالتي سنتريسيتي, والرجاله غلابه طبعا كالعاده, لو جالهم بابيلاري كارسينوما ثرويد بتبقى اجريسيف, الايج كل ما بين فوق ال 40 بتبقى مور اجريسيف, المالتي سنتريسيتي والسايز والكابسولار انفيجن. البوست اوبريتيف كومبليكيشن ثايرويدكتومي المفروض كلنا عارفينها, it should be rare, في ايدين حد بيشتغل الشغلانه دي كتير ويل تريند عليها وليها تريكس وليها نو هاو ازاي تتجنب اصابه الاعضاء المهمه اللي هي الباراثايرويدز اند ذا لارينجال نيرفز whether superior or recurrent. وتاني بند اللي هو في النص ده اهم بند في الدنيا is early recognition and prompt initial management, ده مهم جدا جدا. يعني رجاء العيان لما يفوق كلنا بالمناسبه بنقعد نقول لدكتور التخدير بص لنا على الكوردز, دكتور التخدير عشان يرتاح منك ومن اسئلتك اللي انت بيتهيالك انه عارف يشوف الكوردز بيقول لك حلوين. ما فيش دكتور تخدير يقدر يشوف الكوردز خالص زيرو, هو بيشوف المنطقه السوداء الصغنونه اللي بتوين ذا كوردز اللي هي التشينك, فيشوفها بقى ضيقه واسعه على 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 ما اسهم على ما تفرج and that's it. انما الطريقه الوحيده عشان نشوف the real vocal cords is direct laryngoscopy. لو طب نعمل ايه بقى, عملنا thyroidectomy, من فضلك اقف جنب العيان لغايه ما يبقى خد الريفرسال بتاعه واكستيوبيتد وتشفط, وحضرتك اقف جنبه جوه اوضه العمليات ما يطلعش بره على ترولي, ويشوف في noisy respiration or not. لو العيان عنده سترايدر ادي سترايدز وشفط واقعد جنبه, سترايدر يعني noisy respiration. اذا العيان كان عنده سترايدر بنبطل نقول ده لارينجال اديما او اديما حوالين الريكارنت لارينجال وهنديله سترايدز يبقى كويس,
Do not do that. Do tracheostomy. لو في شك, لو في سترايدر, لو في سترايدر جوه طالع عمليات, do tracheostomy, وإن شاء الله تتشال بعدها بفترة تطول أو تقصر. وإيفن لو الكارنت متعور, الأنفوزهم بيعملوا شغل دلوقتي على الكوردز, تغني العيان عن التراكيوستومي بس بعد ما to save his life بالإيرواي patency. أنا حضرت وشفت مع in our practice كثير من الناس اللي إيفن السينير اللي بيجيله denial وكبرياء مهني, الله يكفينا شر الكبر والكبرياء, إنه أنا كبير لا يمكن أكون قطعت الريكارنت, لا يمكن عياني يطلع بتراكيوستومي, والعيان بيروح الورد والجراح بيروح وساعة 2 3 4 الاسترايدر بيتدهور والعيان بيديساتوريت, وإيفن لو جرجروه على الانتنسيف كير عشان يحاول انتوبيتهم. أنا شفت مورتاليتيز من دينايل لوجود كورد باراليسيز اند سترايدر. كذلك الباراثايرويدز تموت, تموت الباراثايرويدز, او يس, لو الاربع باراثايرويدز اهينوا بالاستئصال او بالاسكيميا, يعني بلس سبلاي بتاعهم اترابط بغشوميه بغرز بتربيط, الهايبوكالسيميا بتجيب لارينجا سبازم وتجيب سترايدر وتموت, بس مش اون تيبل في الورد بالليل تاني يوم. الهايبوباراثايرويدزم أخطر من النيرف إنجريز إن ثيرودكتومي. يبقى نرجع مجونا, it is the best is meticulous surgical technique. أهم حاجة في الثلاثة اللي احنا قلناهم دول اللي في النص, early recognition of complications, early prompt initial management, بلاش denial. 99% من مرضانا أنا رأيي looking forward for safety. طبعا هو يتمنى انها تبقى بجرح صغير ومقفول تجميل, يتمنى كذا ويتمنى كذا, انما لو خيرت واطلعت على التفاصيل كلها ويقول عايز يقول لك انا عايز قريبي او اخويا يطلع او اختي تطلع من العمليات سليمه واروح بيها في ايدي, وبالتالي السيفتي كومز فيرست. فلو في شك ان في كومبليكيشنز توقعهم, early recognition and prompt initial management, والعيان محتاج تركيوستومي بلاش دينايل. ورجاء كل واحد مننا بيشتغل ثايرويد سيرجري لازم قطن عمليات يبقى فيها تركيوستومي تيوب مقاسين ثلاثة مختلفين, ان شاء الله تشتريهم على حسابك البلاستيك ديال ديسبوزبل ويبقوا موجودين عشان لو بتليد بحاجة زي كده يبقى الست موجودة. قربت اختم. when the surgeon talks about the surgical series اللي بيقول لك انا عملت 10,000 حاله و2000 حاله, ديفايد الارقام اللي بيقولها على 2, انا شخصيا بديفايد على ارقام اقل. And then when he talks about complications, لو قال لك انا شفت حاله واحده complications اضربها في 10, انا ما اقصدش بالظبط ان هو كذاب, انما احنا بيجي لنا ساعات denial يعني protective mechanism انه البني ادم بينسى اوجاعه, بينسى النصائب اللي هو والعين عدى فيها, إنما البني آدم اللي بيحترم شغله يفضل فاكر ويتعلم عشان حاجة ما تكررش. يبقى ما نصدقش كل واحد بيقولك أنا عملت 1000 عيان, الأرقام دي غالبا هو العقل الباطن بتاعه هو عمل 100 على مدى 10 سنين وهو عشان يبقى إمبريسيف بياخدش باله دي كده يقولك عملت 10,000, ولو يقولك أنا في حياتي كلها 1 complication بس هو هتصدقه. أنا مش هدفي أكدب اللي بيقول الأرقام دي, أنا هدفي إن أنت وإنت شغال تعلم إن حدوث complication ده مش عار, وإنه بيحصل in the best hands even in the best ومع الناس السينيورز. الفرق في البني آدم المحترم اللي بيتقي الله إن is early recognition of complication and early prompt treatment. ديفنسيف ميكانيزم تاني في مخ البني آدمين إنه only 20% only 20% of people will remember 20% of what the lecturer said 20 minutes after the presentation. يعني غالبا 20% من اللي سمعيني دلوقتي أو حيسمعوني بعد كده على اليوتيوب هم اللي حيفتكروا إن أنا دردشت على الثيرويد النهاردة, ولا 20% دول هيفتكروا 20% من اللي احنا قلناه بعد 20 دقيقة من دلوقتي.
انا اتس جوك، انما ده لو حصل انا هبقى سعيد جدا ان لو 20% افتكروا اللي احنا قلناه. خلينا برضو نادمت حاجه تانية، ان الشطاره والحكمه لو ربنا راضي عنك comes from experience، والاكسبيرينس مش قرننا كمان انا بقيت جراي هيرد، لا ذا اكسبيرينس came from bad judgment and from complications. يعني اما صفت عبادي يتقرص ويفيس كومبليكيشنز ويواجه مشاكل في شغلته، هي الاوجاع دي اللي بتخليه بعد كده ينفق في الزبادي او ياخد قرارات صح، لانه هيفتكر القرارات الغلط اللي خدها بحسنيه او بقله خبره اللي اذت المريض واذته هو شخصيا. وبالتالي حدوث كومبليكيشن مش فيلم العار خالص، اكسبيرينس بتيجي من الباد جادجمنت والباد بيرفورمانس، بس مهم انها ما تتكررش، والمهم انك تواجهها وما تخشش في دينايل وتقول ما حصلتش. The risk of parathyroid injury is directly proportional definitely to the extent and volume and amount of thyroidectomy, and it is inversely proportionate to the experience of the surgeons. The complication of thyroidectomy كلنا عارفينها، تبدأ بوند هيماتوما ممكن تتسبب في airway obstruction. انت شفت كده صوت عادل؟ شفت هيماتوما تحت بلاتيزما، يعني blood accumulating تحت بلاتيزما. في ناس ساعات بعقل selectively تتجنب حطتان درين. انا 99% من thyroidectomies بسيب suction drain 24 ساعة. لو في اي slipped ligature، لو في bleeding وانت قافل بلاتيزما وقافل في الوورد، هتشطر اتركية وتدي airway obstruction. سيروما collection، سيروما infection، scar hypertrophic يعني عريض، scar keloidal يعني عالي ومرتفع، recurrent lesion nerve كلنا مذكرينها وعارفينها، unilateral و bilateral partial اللي بتجيب strider، complete بتجيب aphonia، hypoparathyroidism بندعو الله ان الله لا يقدر لو حصل تبقى temporary، انما permanent hypopara كارثة لم تحل حتى الان وما لهاش دواء وما لهاش علاج، مصيبة كبيرة جدا. Recurrent hypothyroidism إذا كنت أنت عامل العملية لتوكسيك جويتر، hypothyroidism إذا كنت أنت سايب thyroid residue ومش مقضي، superior laryngeal nerve injury، حاول كلام أنتوا أغلبكم عارفينه طبعا وكلنا عارفينه، superior laryngeal بيدينا two supplies، motor supply للtensor of the cord، والtensor of the cord بيخلي الصوت حلو لغاية ما يطول كده زي التوك اللي احنا طولنا فيها دي، بعد نص ساعة من الكلام صوته ينبح لأنه التنسور paralyzed. الأوضح والأهم واللي هو totally reversible السنسوري supply بتاع السوبيريور لارينجيال نيرف. السنسور سبلاي ده بيسبلاي الابر سيرفيس اوف ذا بيجلوتس، اما اللور سيرفيس اوف بيجلوتس مين بيسبلاي؟ تو ريكارنت لارينجيال. الابيجلوتس دي وظيفتها انه بعد السكند ستيج اوف ديجلوتيشن، قبل الثيرد ستيج، تروح مرميه لقدام قفله التراكيه بحيث ان البلعه الريق او بلعه الاكل او بلعه الشرب ما تنبلع، تنزل على هايبوفارينكس تلاقي ماسوره واحده تزحلق جواها اللي هي الفارينكس والاسوفجس، لانه كبوت العربيه اللي هو الابيجلوتس بتترمي قدام وتروح قافله. ايه اللي بيخلي الابيجلوتس تترمي قدام؟ ان السنسورز الحساسات بتاعه السنسيشن اللي على السوبيريو سيرفيس اللي سبلايد باي ذا اكسترنال لارينجيال بتقول له الحق ده في بلعه جايه، تروح مرميه الابيجلوتس قدام وقافله على التراكية، يقوم البلعة تروح ورا على الفارينكس اند اوسافيلس. لو هذا النيرف اتقطع العيان ايميديتلي بوست اوبراتيف وتاني يوم الصبح هيقول لك انا بشرق، ببلع ريقي بشرق. ليه؟ لانه ما بيبلع السلايفا او الميه اللي بيلوتس مش حاسه بيه، تبدا تحس بالميه اما يشرق عشان الديبر سيرفيس او الابر بارت اوف التراكية اند لارينكس اللي هو سبلايد بالريكارنت لارينجيال نيرف. من فضل ربنا انه بعد اسابيع قليله، اسبوعين ثلاثه بالكثير، يبتدي سيدنا الريكارنت لارينجيال نيرف يتيك اوفر ويسبلاي سوبيريور سيرفيس بدل الجزء اللي كان انرفيتد
بالعصب اللي اتقطع. يبقى انت لو جدع تاني يوم العمليه تسال العيان او العيانه ابلعي كده انت بتشرقي ولا لا، ودي سيلف ليميتنج ما تخضكش. كايل ليك ده انت لو مبخد بقى، لو حاله ريكارنت قصدي يعني لو بختك وحش، لو حاله هيوج ريتسنال جويتر وحضرتك بلانتلي دخلت صباعك الغالي عشان تغرف الريتروسترنال اليمنت، ورجاء غرف ريتروسترنال هيوج جويتر محتاج تعقل شديد جدا. وفي بعض الناس بتبتكر آلة كده زي المعلقة تبروتكت مصورة خطيرة جدا وراء المانوبرن ستيرناي اند كلافيكل عشان تعرف تتعامل مع الدنيا الضيقه اللي الريتو سانجويتر محشور فيها، اللي هو سيدنا النومينت فين والسبكليفيان فين، النومينت فين شمال ويمين. ده ما تبقاش شجاع قوي وانت مدخل صباعك بلايندلي تحت الريتو سان اكستنشن عشان تحلب او تزق او تزفلط الريتو سترنال شكارة اوف جويتر، لانك لو تعفيت قوي بينك ربع ملي بين ضفرك والإنومينت فين اللي هو في المكان ده بالضبط، فممكن الله يقدر لو انت شجاع قوي يتقطع منك او يتشرم منك او يتشرخ منك، وده كنترولينج ات كارثي وبيحتاج سترنوتومي لانك بير وعمال يجيب في دم. في نواحيل اهيف بقى انك تقطع الثراسيك داكت في الناحيه الشمال ويدي كايل ليك، ده بيقعد شهرين على ما يقفل. فلو لقيت في كايل جاي كتير او الدرين عمال يجيب في سائل تربد فاخرت شيلها بدل ما تشيلها تاني يوم عدها اسبوع، شجاعه ادبيه قول لها ده وعاء لمفاوي افضل نخش نربطه. لو دخلت ربطته بغرزه ترانسفيكشن هتمنع ده، بس بالمناسبه عشان تلاقي الانجر تراسيك داكت محتاجه اكسبيرينس وتوفيق من ربنا تاخده ترانسفيكشن ستيتش عشان توقف الكايل ليك. ده رير قوي قوي قوي. هورن سيندروم اجين از فيري رير افتر ثايرويد سيرجري. نعيد ونزيد تاني نقول كومبليكيشنز ان ثايرويد سيرجري has an increased incidence with the size of the thyroid and the extent of the disease, the extent of surgery, is it recurrent? Yeah, of course, a recurrent or reoperation surgery has a higher complication rate. Extra thyroid extension and malignancy has a higher complication rate. Paratracheal dissection carries a higher complication rate. Neck dissection, substernal thyroid reoperation for hematoma and lack of experience is out the complication rate. وانا شاكر على ان كنتوا معايا في الفتره اللي احنا اتكلمنا فيها. لو في اسئله دكتوره زهراء انا تحت الامر. شكرا يا دكتور صفوت، محاضره يعني دسمه، ويعني ما كنتش متخيلة انه في يعني كلام للدرجة دي، وفي معي فيها بعض الحاجات اللي قد تبدو صادمة لبعض الناس يعني والله. يعني مثلا ال dealing with simple nodular simple goiter عموما يعني اظن انه هيكون صادم لناس كتير يعني. هو بس خلينا نقر يعني مع احترام الشديد انه اكل عيش مهم، وانا راجل يعني انا في الدنيا عايش وفي رقبتي التزامات واحب الرزق جدا، بس احنا بنرزق برضا ربنا مش بنخطف الرزق. يعني لا قدر الله يعني بدون رضا ربنا، فالنون انديكيتد ورك ده منزوع البركه ويودي في داهيه داهية معجلة مش بس يوم القيامة، عشان يعني كل ما procedure كان non indicated حتى الفلوس اللي بتيجي منه حتى لو راحت ما تفضحش أو ما تأذاش medical legally بيتبلع في هم وغم، يعني بيتصرف على هم وغم. فخلينا
نفتكر انه الفلوس مهمه وان احنا بنحب الفلوس ونحب الرزق، بس لو الحاله مش انديكيتد رجاء بلاش نعملها، ربنا هيبعد حالات انديكيتد ان شاء الله. الله. طيب هو عشان احنا عندنا على تشات بوكس في اسئله كتير. عليا في اول حاجه في حد كاتب اظن هو سؤال حضرتك جاوبته قبل كده يعني خلال المحاضره، indications of surgery for patients unresponsive to anti-thyroid treatment, how long medical treatment to be considered failed. ده كل ده في الجريفز ديزيز. هو هعيد وزيد تاني ليه وغيره. احنا بنقول 18 شهر ما نفكرش في جراحة ابدا، انما بصوت واطي كده انا بشوف عمال وبشوف صناعيه وبشوف ناس ثقافتهم محدوده جدا، هو بعد 6 شهور هو بيجي يقول لك بص يا بيه حتى لو اشتريت لي الدواء دلوقتي انا 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 حسقط جرعه وحسقط. فانت بتقعد بتوزنها، قد تقول خلاص ده نون كومبلاينت هنعمل عمليه، بس اياك ترضى تعمل عمليه للديفيوز توكس جويتر قبل انقضاء 18 شهر في عيان يعني جاحظه، في عيان فيري يونج في العشرينات، في عيان الثايرويد جلاند مش كبيره يعني اون بالبيشن انت مش حاسسها بس هي عامله زي اللي ركبها عفريت وبتصنع بكميه كبيره. الثلاثه تايبس دول لو حضرتك في عيان نون كومبلاينت وعملت له عمليه يعني هيلزقلك العيان وهيبقى غير سعيد وانت مش هتبقى سعيد وحاطين وعيشه بعض، ويعني هتندم انك انت تعجلت وعملت له عمليه. تمام. وفي حد تاني كاتب what is the maximum daily dose of numerkazole and propranolol in cases of refractory cases to medical treatment. أنا ما عنديش رقم محدد، إنما أقصى عدد كان 3 مرات في اليوم أنتي ثايرويد دراجز، وبيقفي بالغرض بس يتاخده. والإندرال أنا بخاف أدي أكتر من 40 ملغرام بير داي لأنه أنا شفت عينين هارت بلوك دراج انديوس بالإندرال. هو المهم إنك أنت لو عندك وقت تخلي العين يجي لك أسبوعيا وتقيس له النبض وتقرروا هو ومراته أو هي وجوزها هو بجد الدواء بيتبلع ولا لأ. وأنا in my own experience في العينين اللي عندهم نية وcompliance 90% من المرضى بعد شهر ونص بتقدر والدنيا بتبقى ظريفة جدا. تمام. طيب في دكتور مدحت سنجاب، I had a case 14 years old that was diagnosed clinically and by sonography to be thyroglossal cyst. But during surgery, I found it to be fleshy and adherent to the surroundings. Histopathology revealed papillary thyroid cancer. I referred her to oncology, but I could not follow her. I want to know what should I do for her as the thyroid is normal on post-operative ultrasonography. هو انا يعني فيها طبع تعلمته الحقيقه لما اشتغلت في اوروبا، يعني انه في المالجنسز انا بقى بيلت ان عندي الكلام ده، خاصه لو هي نسبيا سربرايز انا باخد رايين يعني البارافين بلوك والسلايد حد ادنى السلايد، انما في بعض الحالات باصر انه البارافين بلوك زائد السلايد يروحوا الباثولوجيست آخر for second opinion قبل ما نعلق يافطة على بنت عمرها 14 سنة شخصت إنه هاي ثيرويد تيشو في مكان إكتوبيك قلب مالجنانت. الكلام ده نظريا وارد؟ يس نظريا وارد. السن اليانج ده والحجم الصغير ده البيت ثيرويد تيشو إذا كان في ثيرويد تيشو، لأنه برضو أنا معرفش عامل أرثر ساوند باك لأن this could be an ectopic thyroid tissue. يعني الثيرويد thyroglossal duct في بداية نمو ممكن ده يبقى the only thyroid tissue ويتبقى الرقبة فاضية ما فيهاش thyroid tissue. ولهذا أنا في ال so called thyroglossal anomalies أنا بأصر أعمل ultrasound مش بس على عليها، لو طلعت سيستك خلاص سمعنا وطعنا، لو طلعت سوليد لازم ابص للافتر ساوند على الرقبه والنك لان ممكن ما نلاقيش ثايرويد تيشو.
يبقى ده the only thyroid tissue. ما تشيلوش ما تشيلوش لانه ده هو الوحيد اللي هيفرز لها هرمونز. كونها طلعت solid في سن 14 سنة وكون ان pathologist قال انها malignant papillary cell carcinoma, دي انا هحتاج اريفيو السلايدز والبارافين بلوك عند سينو باثولوجيست اخر. واذا ثبتت الرؤيه ات فيتس ان في اللو جريد مالجنسي جاست فولو اب, ولا راديو اكتيف ايدين ولا علاج اشعاعي ولا كومبليشن ثيرويدكتومي ولا حاجه خالص, وان شاء الله تعدي على خير. ودول ذا بيست كيسز اللي بيجوا ات فيري يونج ايج دول. تمام. طيب في دكتور مدثر كاتب احنا متشكرين جدا لحضرتك, طبعا في كميه رسائل شكر النهارده يعني مش طبيعيه, لكن دكتور مدثر كاتب شكرا لحضرتك, كنا عايزين tips and tricks to do a safe thyroidectomy. فيعني دي المفروض نجهز لها يعني for the future plans ان شاء الله. هي انا هي محتاجه مجهود مني ومحتاج ان احضر فيديو كليبس مفيدة educational, لأنه فيها تفاصيل كتيرة وده يشرفني أعمله, بس عاوز تحضير مني عشان نقدر ندليفر المسج بوضوح, لأنه في different schools, two to three schools إزاي نبروسيد in thyroidectomy بدون ما نأذي العفاريت اللي هما البابر ثيرويدز والريكارنت والسوبيريور لارينجيال والعفريت اللي تحت في الريتروسترنال اللي هو الانوميت فين. الكلاسيك قبل ما اقول انا ليتر اون نحضر فيديوز موريه ده, ان في مدرستين, مدرسه التقليديه البريتش اللي بتقول انه عشان ما اعورش حاجه محتاج اشوفها, يعني انا داخل اوضه ضلمه وعارف ان في حاجه ميكروسكوب منصوب في حته او حاجه غاليه فراجايل في حته, عشان ما اعورهاش المفروض انور نور الاوضه, فما اشوفها هتجنبها, اللي هو اكسبوجر اوف ذا ريكيرنت بوضوح ان ديلينج وذ انفيرير ثايرويد ارتري. في مدرسه ماشيه في الدنيا وفي السوق كده بتقول لا يا عم انا لو دورت عليه partially يطلع له partially insulted, فانا من بعيد لبعيد هربط ان في ثايرويد ان كونتينيوتي بعيد خالص laterally بعيد عن الاسفاجوتراكيال جروف خالص, او بالكتير همشي مع في ثايرويد ارتري, يعني لاند مارك بتاعنا هو في ثايرويد ارتري دور عليه laterally لغايه ما تلاقيه في وسط الليش, ليتش اللي هو ليتش يعني حزمة الانفيرو ثيرويد فينز, هتلاقي حاجة كده الوول بتاعها مصورة يعني متوسط الحالة أو صغيرة ليها وول قوي, هيبقى ده الانفيرو ثيرويد أرتري. كل ده يبقى اكسبوزد لاترال بعيد عن غدة الدرقية, وتمشي واحدة 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 هتلاقيه كروسنج كابل, ساعات الكابل يبقى كروسنج سوبرفيشالي وساعات الكابل يكروس ديبلي. الكروسنج بوينت دي بالمناسبة قدامها immediately الانفيرور باراثايرويد جلاند. في ناس تقول لك خلاص هربطه لاترال وانا مش عايز اوصل ميديا لغايه ما اشوف الكروسنج, وفي ناس تحط ارتريز على الكبسول وتحش في الثايرويد, انما نظريا في 5% من الريكارنت نيرفز انتراثايرويد بتخش جوه الجلاند, وبالتالي لو حطيت ارتريز على الكبسول وحشيت بلايندلي كل 20 عيان عيان منهم هيتأذي فيهم ريكارنت. الديتيل دي احنا مع فيديو كليب بس محتاج مجهود احضره بوضوح عشان نوري different schools. اللي ناوي يشتغل ثيرويد كتير امن سكول انك تشوف ريكارنت بس بعقل مش بغشوميا. تاني اقل امانا انك تديل with inferior thyroid artery تربطه in continuity مش تقصه, تقص inferior thyroid veins تربط وتقص inferior thyroid veins, تربط وتقص لازم الميدل thyroid vein لأنه قصير ويبقى عامل زي الهلب أو السلسلة اللي مربوط بيها اللوب, مش هتقدر تدسلوكيت اللوب ميديالي وتبص وراه قبل ما الميدل thyroid vein يتربط ويتقص. أنا مش هتكلم بقى على الهارمونيك والكلام الطرفي
اللي ممكن يبقى موجود في اوضه عمليات مش موجود في الثانيه. انا بتكلم على اوضه العمليات التقليديه لاغلبنا, وي هاف اكسس تو ات. انما اذا كان موضوع ايفوكت انترست بجد, احنا انا احضر حاجه زي كده الشهر الجاي, وتبقى educational مع بعضينا واحدة واحدة بالتعليق بتاعنا إن شاء الله. ده أنا بقدم ثايرويد النهاردة على حياء كده واستحياء, لأنه يعني إحنا معتادين نتكلم عن التروما, إنما إحنا ما إحنا هو اتكلمنا على ثايرويد ودخل فيها التروما اللي هي ايتروجينيك إنجلز يعني. طيب هو في سؤال بقى, يعني أوقات بيبقى عندنا عيان عنده مثلا سوليتري ثايرويد نوديول أو عنده مالتي نوديولر جويتر, وبعدين نعمل له فاين نيدل فيقول لنا والله عندي suspicious follicular tissue, نعمل للعيان thyroidectomy فنكتشف ان هو colloid goiter, او حتى لو هو عنده حاجة تطلع papillary مثلا. فحضرتك يعني ايه اللي نظم؟ خلينا اتفق على حاجة يا دكتور زهراء. ابوس ايديكو ما تحطوش ابر في الثايرويد. الفاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي توتالي يوسلس, ما فيش باثولوجيست في مصر وفي 90% من العالم الغربي هيفيدك في فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي لغده درقيه ات اول. نمرة 2, كور بايوبسي 95% من الباثولوجيست في مصر المحترمين بالكثير هيقول شايف خلايا شكلها فوليكولر, يروح كاتب السطر فوليكولر اليمنت, سيلز اوف فوليكولر اليمنت. هو ده بالظبط. وحتى لما هو الثايرويد نبطل ابوس ايديكم, نبطل ناخد نيدل بايوبسي, لا كور ولا فاين نيدل في الثايرويد. دونت دو ذات, ده يوسلس وما فيش باثولوجيست هيديك راي فيهم, فما تضيعش وقتك. طيب نجيب مارشدير بقى. العيانه كلينيكالي مالتي نود جويتر, يبقى القرارات هتتاخد اكوردنج للهيستوري والفحص. إذا كان very long standing quiescent simple nodular goiter بقاله 20 سنة وما بيكبرش وما غيرش behavior بتاعه قريب, ومالتي نودر يمين وشمال وحجمه صغير أو moderate, سيبه في حاله, تعملوش عملية ولا بيوبسي على يعني عملش بيت أنا دنيا وآخرة, يعني يوم القيامة ما تقف قدام المولى عز وجل قول له صفت عبادر الأهل. لو مالتي نودر goiter يمين وشمال وبقاله 20 سنة وريسنتلي العيان بيقول ده اتغير خالص وبقى بيكبر بسرعة و و و, then انت هتعامله على انه مالينجن ثايرويد, هتعمله سي تي وذ اي في كونتراست, وهتبتدي تتعامل على انه قد يكون مالينجن في التيشو دايجنوز. انما لو هو متأكد انه هو سيمبل نودر جويتر, يعني مالتي نودر جويتر, يعني بوث لوبز فيهم ان شاء الله في نوديول شمال ويمين, فولو اب ملوش لازم على بايوبسي ولا عمليه الا لو في كلينيكال كرايتيريا اوف مالجنسي اللي قد تملي عليك تعمل شويه سوفيستيكيتد راديولوجيكال ايمجينج. سوفيستيكيتد يقول لك دي كود بي نيوبلاستيك اور نوت, يعني ايفن الالترا ساوند بقى في دلوقتي الالترا ساوند وذ دوبلكس هيكومنت على الليش وبلاد فيسلز والفاسكولاريزيشن. والالترا المكنه الالترا ساوند الجديد مع واحد محترم شاطر ألتر ساوند بيقدر يكومنت زي ما بنقول في البريست في الماموغرافي, عندنا السكورينج سيستم البريست ايميجينج راديولوجيكال دياجنوزيس البايراد اللي هو بايراد 0 بايراد 1 و2 و3 و4, كل ما الرقم عالي بنقرب من مالجنسي. ده في الاشعه يعني لما يجي لنا بايراد 4 بنقول ده مالجنت خلاص, بايراد 1 و2 بنقول ده فولو اب. طب تايرد كام يا دكتور؟ بعد دلوقتي في تايرد كام نبتدي نعمل ثايرويد؟ زي البريست يعني تبتدي تقلق من 3, انما تايرد 1 و 2 حضرتك طبطب العيان. لو هو مالتي نودر جويتر وابعد عنه ما تعملوش حاجه. لو هو مالتي نودر يعني يمين وشمال, لو هو الالترا ساوند عملته طلع انه سوليتري سوليد نوديول, جو فور هيمي ثايرويدكتومي, نقطه من اول السطر. لو هو سوليتري سيست اسبيريتد وشوف هيأكوموليت تاني ولا لا, ده التريتمنت المقبول. تمام, I hope ان انا clear. تمام. طيب في اي حد تاني عنده اسئلة؟ لو حد عنده اسئلة يفتح المايك وتفضل على طول. احنا طبعا بنشكر الاستاذ دكتور صفوت على المحاضرة الجميلة دي, وخصوصا على الكومبليكيشنز الحقيقة
يعني كانت موضحة تماما فكرة الديناي بتاعت الكومبليكيشنز، ودي نقطة very important طبعا for the sake of the patient يعني. فدي نقطة وضحت كل شيء يعني. هو احنا بس كان في سؤال على الرول اوف ثايرويد سكان اللي هو التكنيشن 99 سكان في الثايرويد ديزيز ان جنرال يعني. يعني احنا كنا دايما بنعمله في حالات السوليتري ثايرويد نوديول، هل يعني هيفيدنا في حاجة؟ لان يعني في ناس كتير من الاطباء بيطلبوه الحقيقة، وهو بيبقى الفاليو بتاعته. فاحنا هل في له فاليو مهمة في اللي احنا كنا بنقوله في الديزيز اللي كان الدكتور صفر بيتكلم عليهم؟ شكرا. انا اللي شاكر على السؤالين دول جدا. انا هجاوب على التاني الاول وبعدين فكروني بالاولاني لان انا بقيت انسى الايام دي، مخي بقى مزحوم. استخدام الايزوتوب as diagnostic technician للثايرويد is abused وبينطلب بدون اي guidelines. 90% من الايزوتوب study of the thyroid is not indicated، مش مفروض يتعمل. احنا بنطلب ايزوتوب، انا بطلب ايزوتوب في السوليتري نوديول، السوليتري السوليد نوديول يعني سوليتري كلينيكالي، عامل التر ساوند طلعت مالتي نودر حصل خير، يبقى دي مالتي نودر يسري عليها الكونسرفاتيف مانجمنت ونطمن العيان ونمشي. طلعت سوليتري بجد، الالتر ساوند ورى انها سوليتري بجد مفيش غيرها، طب هي سيستيك ولا سوليد؟ سيستيك هنتعامل، سوليد هعملها ايزوتوب عشان اتاكد ده تكون اوتونوموس توكسيك نوديول بسبريس ثايرويد تيشو وهي واخده الايزوتوب لوحديها وهايبر اكتيف. ولو ان الاوتونوموس توكسيك نوديول المفروض انها تدي كلينيكال سيمبتومز اوف توكسيسيتي وتاكيكارديا، انما اي دو نوت دو ايزوتوب ستادي في 99% من مالتي نودولار جويتر لانه معلومات يوسلس. ألتر ساوند بمكنة كويسة مع أستاذ أشعة كويس وأعمل لك طيارات صح is much 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 more useful. ما تعمل إمتى إيزوتوب؟ أعمل إيزوتوب فيما يلي: لو solid سوليتر نيدرو ثايرويد after thyroidectomy لو طلعت malignant، يعني قدر ده malignant وعملنا thyroidectomy total، بعمل ايزوتوب ستادي عشان اتاكد ان الكومبليشن ثايرويدكتومي اللي انا عملتها او جراح زميل عملها والعين جاي لي فور جاي لي انا فور فولو اب ان مفيش ثايرويد ريزيديو. لو ما لقيناش ثايرويد ريزيديو خلاص هندي بقيه التريتمنت حسب هي فوليكولر ولا بابيلاري. بابيلاري قد يكون فولو اب بس، فوليكولر هنكمل اللي قلناه. طب طلع بعد التوتال ثايرويدكتومي في بواقي ثايرويد في الايزوتوب، يعني انا بعد التوتال ثايرويدكتومي ان مالجنت ثايرويد انا بعمل ايزوتوب عشان اشوف في بواقي خلايا او نوت. ولهذا انا بنصح اخواتي ان افتر اني فورم اوف ثايرويدكتومي ما تبداوش العيان على التروكسين قبل الباثولوجي ريبورت ما يجي، لانك لو بدات التروكسين ريبليسمنت ثيرابي ثاني يوم العمليه والهيستولوجيكال سربرايز التحليل جاء بعديها باسبوع انها مالجننت، انت مش هتعرف تعمل ايزوتوب قبل اسبوعين ثلاثه عشان التي اس اتش يرجع يعلى تاني والبواقي الخلايا تبقى نشطه وتعرف تاخد الايزوتوب. يبقى صفوت عبادل بيعمل ثايرويد ايزوتوب تكنيشن سكان امتى؟ في السوليد سوليتري نوديول، في الريكارنت thyroid diseases after previous thyroidectomy shortly after total أو near total أو completion thyroidectomy in malignant thyroid. غير كده وهم إنها نوع دامل، يعني عيني جيني أرزعه لسه بتحاليل وروح أعمل ultrasound وروح أعمل isotop وتعالالي. الايزوتوب يجب ان يرجع للانديكيشنز الضيقه اللي احنا قلناها. السؤال الاولاني اللي حضرتك قلته اللي انا نسيته كان ايه يا فندم؟ كان الاول. لا هو ده كان لا كان لا هو على السؤال الاولاني انا نسيته. لا هو كان على الثايرويد سكان الحقيقه والرول بتاعها اللي حضرتك قلته، يعني سؤال واحد كان حاجه اولانيه انا نسيتها وحضرتك نسيتها، فكويس ان احنا الاثنين نسيناها، لو حد افتكرها يقولها لنا. انا عايز اهو وانتوا سامعيني صفوت عبد القادر
يا ما عمل ثيرودكتوميز واحتاج بالتركيوستومي. يعني انا عملت تركيوستومي العيانين بناين ثايرويد ديزيزز واحتاجوا تركيوستومي. وربنا كرمني باسيست انفوزن متخصصين في اللارينكس, وبعد شهر وشويه يعني العيان عرف يستغنى عن التركيوستومي ويرجع يتكلم ببحة شويه وبتاع. انما دينايل لا, انا شخصيا تسببت في احتياج المريض لتركيوستومي في many cases in benign in thyroidectomy for benign indications, مش حتى مش for malignant situations. وانا مش خجلان اقول كده, بس ده مش معناه ان انا كل thyroidectomy بتطلع بتركيوستومي. يعني ومش قادر اقول عدد تركيوستوميز اللي احتاجوها عيانين انا في الثيرودكتومي, انما ما كانوش 10, كانوا اقل على مدى 50 سنه شغل او حاجه 47 سنه شغل. ولاني برضو من شويه انا اديت سلايد قلت عاده الجراح بينسى عدد الكومبليكيشنز وبيبقى عنده تندسي يزود الارقام اللي بيشتغلها, بس انا عايز اقر علنا انه انا شخصيا تسببت في احتياج المريض للتراكيوستومي after a near total او sub total thyroidectomy. وانا فخور اقول كده, مش عشان انا وصلت العيان للاحتياج, لا, انا فخور ان انا ما دخلتش في denial وكنت راجل يعني محترم enough ان انا خدت قرار وواجهت الميوزك, وسبحان ربي العظيم, من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما فيش واحد من دول لا راح بيا النيابة ولا القضاء ولا طلب تعريف وتعويض. طيب احنا عندنا السيفتي, هو كان حاسس ان قلبي عليه. طيب عندنا دكتور جودة اللبان. يا سيدي وتجراسي ده جودة ده. عفوا يا ريس, ده يعلمني انا اقعد اسمعه وهو بيتكلم. استاذنا وعمنا, والله انا مستمتع يا عمي, والله ربنا يخليك. لا انت اللي سيدي وتجراسي, دايما صاحب فضل, بنتعلم منك العلم والفضل. انت راجل فيرس. انا داخل بس عشان اسم يعني اتشرف والله. انا اتشرفت امبارح والله يا صفوت, والله شرف ليا انه دايما صاحب فضل. انا قاعد مستمتع من اول المحاضره. يعني انا بقول لحضرتك, انا دكتور خاطري بس يا دكتور. لا والله يا صفوت, اللي ما يعرفش دكتور جودة لبان, الدكتور جودة لبان من حضرتك والله, دايما هو علما وخلقا, وراجل تفضل استاذنا وتدرسنا طول حياتنا على ناس كتير جدا, وبيتدرب لنا ويبارك في عمرك. بس هو انا جاه, بس مش عارف اذا كنت حضرتك سامعني ولا لا. هو في حته الصوت فيها, اذا كنت هتسمع حضرتك بس تسمح لي بسؤال عن استخدام التو كات نيدل في السسبيشس نيدولز, يعني لما تبقى 4 او 5, هل حضرتك ما تحبش, لان ما سمعتهاش قوي, هل حضرتك ما تحبش تو كات اندر جايد الترا ساوند؟ بلاش it is useless, لانه اغلب الباثولوجيست مش هيرسيك على بر, وعمره ما هيجي يقول لك دي فوليكولار كارسينوما, هيقول لك فوليك سيلز فوليكولار. مع توكات برضه صفط بيه, مع توكات اصلا انا حقيقي انا حقيقي بعمل مع ضعف فيمس باثولوجيست كلهم يتحرجوا انه يكتب على ترو كات بايوبسي ان ذيس از بابيلاري ادن كارسينوما. الحقيقة أنا برضو I have a small experience برضو يعني في الموضوع ده. بدون ما مذكر أسماء, أشهر أربعة pathologists في القاهرة اللي هم draining يعني huge amount of work, بدون ذكر أسماء, أساتذة مشهورين جدا, وهم أمن enough أنه بقى لهم سنين يعني إيه يقولوا لي ما تبعت لناش true cut biopsy في الثيرويد أرجوك. ولما بسمعش كلامهم بلاقي التقرير تقليدي cells of follicular nature, واطلبهم يا عمي هو ده مالجننت, يقول لك ما اقدرش اقول, ابعت لي اللوب اللي فيه النوديول كلها وانا اقول لك مالجننت ولا لا. طب اقول لسعادتك على لو بابيليفرس يا دكتور فعلا جودة. انا اسمع كلام حضرتك طبعا, لان لازم همشي على الجايد لاينز بتاعت استاذي صفوت بيها. لا انا ملياش جايد لاينز. لو بابيليفرس لو بابيليفرس يعني لو لاجل البث الباثولوجي اللي ببعت لهم ما خزنونيش, ان ببعت الثايرويد بعد كده طبعا تتحلل بيطلع نفس اللي هم قالوه حقيقي, يعني مع الحالات اللي انا عملتها يعني. لكن انا عشان خاطر سعادتك هتوقف عن توكات نيدي الحقيقي. لا بص يا بيه, اولا ممكن انت تبقى لاكي مع ناس هايلي اكسبيرينسد او ملايكه يعني سرهم باتع
فايه يعني بيبص على الحاله يعرف يقراها، انما هو ده قرار بيبقى كبير سواء نيجاتيف او بوزيتيف. يعني لو واحد قال لك ما فيش مالجنسي وهي كانت مالجنس، او العكس، الا انا خلينا اوضح، الا لو بابيليفرس، يعني لو لاجل البخت كانت بابيليفرس وخدت ترو كات بايوبسي، الافريج باثولوجيست هيعرف يقول لك دي بابيليفرس ادينوكارسينوما. ايوه. او ميكسد فاريانت او فوليكولار ادينوكارسينوما، ان ماي اكسبيرينس ما فيش باثولوجيست في مصر هيقول لك دي فوليكولار ادينوكارسينوما، لا في كور بايوبسي ولا في فاين اسبيريشن سيتولوجي. ده دي اور اكسبيرينس. ولو انت لاكي مع حد ربنا يحافظ عليه ويخليه لك، بس برضه يعني خد كلامه بتحفظ النبي يا دكتور جودة عشان ما نتقرصش. يعني يبينا خلاص انا مش هعمل تو كات بعد كلام سعادتك. خلاص يا ريس، يا باشا سعادتك يعني باشا، ده انت اللي تحط لنا الجايد لاينز. احنا بيه ما بنمشيش على البريتش جايد لاين، احنا بنمشي على صفوت دي جايد لاين. يا ريس ده انت يو ار فيري سينيور. لا يا بيه العفو، ده حضرتك بتعلم منك والله. لا العفو يا بيه، جزاكم الله خير يا بي، ربنا يكرمك. حشتني من 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 امبارح مش كده؟ ايوه كتير عليا، كتير عليا، ربنا يخليك. شرف يا بي، ربنا يسعدك. ربنا يسعدك. سلامنا لقناه السويس كلها يا فندم. الله يكرمك سعاده الدي، ربنا يكرمك. سلم لي على محمد عباطي سلام شديد. الله يسعدك يا بي، ربنا يكرمك. اتفضل. والله انا اي هاف ا سمول اكسبيرينس برضو في موضوع الترو كات، وبرضو كنت بعملها ultrasound guided، بس never خدت، وبرضو بعت ال very big names يعني في الباثولوجي، بس عمري ما خدت منهم conclusive data. مش هيدوكي conclusive data وهيخاف وهو مش مالي ايده، هيخاف يديكي سطر مش accurate يلام عليه. تمام. فهيعاوم الدنيا ويقول لك سيلز اوف فوليكولار نيتشر. انما لو استطعتي بترو كات بابيليفرس ادينوكارسينوما، يس ان افريج باثولوجيست هيقدر يقول لك ذيس از ا بابيلاري ادينوكارسينوما. المشكله كلها في الميكسد تايبس والفوليكولار. لا يمكن في الفوليكولار ادينوكارسينوما او الميكسد انه هي كوميت هيم سيلف ويورط نفسه في ترو كات بايوبسي، ولا في FNA انه يقول دي follicular adenocarcinoma أو mixed variant of follicular papillary adenocarcinoma بعينة إبرة. وأنا ما زعلش منهم، أما هو يقر علناً وسراً معايا أكبر 4 pathologists في مصر يقول لك أعفينا، مش يعني وفر على العيان التكلفة، وفر على العيان دبة الإبرة، مش هنديك قرار تبني عليه علاج أو عملية بعينة إبرة في الثيرويد. في البريست ماشي، في الانفنود ماشي، في البانكرياس ماشي، even through cut biopsy in some cases of soft tissue sarcoma ماشي، انما ثايرويد الوضع الحالي انه البابيلاري الفوليكولار اليمنت والميكسد اليمنت مش هيكوميت هيم سيلف بنتيجه. انا مش بلومهم، ما هو احنا شركة. اذا كان واحد بيقول لك مش هعرف اديك راي، احترم اللي هو بيقوله. طيب دكتور تامر النشار اتفضل يا فندم. اولا بنشكر حضرتك جدا استاذ دكتور صفوت عبد القادر على المحاضره القيمه اللي احنا سمعناها دلوقتي، ودايما احنا عهدنا بحضرتك كده يا فندم. يعني والحقيقه كان السؤال بتاعي في نفس الايشو اللي احنا الدكتور جودة اتكلم عليه. الحقيقه فعلا ده البراكتس بتاعنا كلنا، ان احنا مش بناخد يعني ريزلت من الفاينيد الاسبيريشن في الثايرويد ابدا مع الباثولوجيست اللي احنا بنتعامل معاهم دايما. فلكن هل احنا محتاجين يعني نكتب ده في الجايد لاينز يعني ايجيبشن او اي حاجه؟ لان هل احنا ميديكال ليجالي هنبقى مسؤولين لو احنا ما عملناش تريبل اسيسمنت للعيان قبل ما نبروسيد ليه، ولا ده تشويس احنا بنختاره ان احنا نشتغل على طول؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني كان خاص بالحركة، يعني اتكلمنا في الجزء بتاع العمليه لو احنا بناخد الانفيرو ثايرويد ارتري. طب ممكن اجاوب على الاولاني الاول يا تامر عشان انا نساي. اتفضل فهم. هو احنا اوريدي كنا في اجتماع يوم الاربع في دار الحكمه مع جمعيه الطبيه المصريه لتسليم
فوليوم 1 من العمليات الجراحين الجايد لاينز اللي طلبت مننا في يعني فوليوم 1 بس في سم كومن براكتسز علشان ده طلب مننا من الجمعيه الطبيه المصريه. وبعد ما سلمناها هو انا يعني دعاني رئيس الجمعيه الطبيه المصريه مشكورا عادل العدوي انه يعني اقول اي كومنت في دار الحكمه والناس قاعده في المدرج. انا كان ماي كومنت وبقوله على الهواء تاني اهو, قلته ساعتها واحنا قاعدين انه الجايد لاينز في كتب والمهم ان امبلمنتد انها تبقى افيلبل ونعمل يعني. كان معانا الاستاذ الدكتور احمد القاصد وقال كلمه موفقه جدا, كان عايز يبقى فيه اكسس على ابلكيشن بحيث كل دكاتره مصر لما يواجه حاله يخش على الابلكيشن يريفايز الجايد لاينز في دقائق, تبقى نمره 2 زي ما هي موضوع تبقى اكسسبل. اللي انا قلته انها تبقى ابايدنج. يعني ايه ابايدنج؟ يعني ما يجيش كل واحد يقول لك لا يا عم جايد لاينز ايه ده, انا هاف اون ماي جايد لاينز. وفي مرحله متاخره, وده واللي انا قلته يوم الاربعاء في الميتنج ان بابليك في وجود الدكتور عادل العدوي, انها تبقى كونتراتو عقد بيننا وبين المريض, بحيث انه لو صفت بادر مش على جايد لاينز وحصل كومبليكيشنز او مورتاليتي يبقى عدى العيب ميديكوليجالي ومحدش يسائله. وقلت لهم خلي بالكم برضو ده ممكن يباك فاير, يعني ممكن الجايد لاينز دي تبقى يعني طريقه مساءله وحساب زي في اوروبا. في اوروبا انت لو ما عملتش جايد لاينز ما بيستنوش العين يشكيك, انت بتحاسب ان ذا سيم ويك. ان ذا سيم ويك الكواليتي اشورنس كوميتي بتريفايز كل حاله يوميا, وفي اجتماع اسبوعي في الكواليتي اشورنس كوميتي بتحاسبك تقول لك انت ليه في الابنسكتومي دي ما مشيتش على الجايد لاينز. بس انا عندي الرجي لحاجه اسمها الايجيبشن جايد لاينز, باستثناء ظروف خاصه جدا 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 لباثولوجيس امراض موجوده في مصر او اوضاع خاصه لامراض في مصر. احنا وي شود فولو الانترناشنال جايد لاينز اللي هي جايه من ميجا سنترز. يعني زي ما بنقول مثلا في البريست, في كانسر بريست في حاجه اسمها سان جالين ميتنج. سان جالين ميتنج ده كان بيتعمل كل سنتين, دلوقتي بيتعمل مره كل سنه. ده اللي بيقعدوا يعدلوا الجايد لاينز ويتناقشوا في راوند تيبلز يومين وثلاثه عشان يعدل السنجل جايد لاين من ميجا سنترز. ناس بجد بيعملوا عشرات الالوف من الحالات, ما يبقاش حد عامل 10 حالات ويقول لك انا عملت 10,000. انا بخاف جدا جدا من حكايه نمصر تمصير الجايد لاينز. وارد ان احنا نعمل مينيمال موديفيكيشنز لو الباترن اوف ديزيز مختلف في مصر, زي في الليفر ترانسبلانتيشن. كان معانا الدكتور طارق ابراهيم, الباترن اوف ليفر ديزيزز ممكن يبقى سنه مختلف فبيجاستيفاي ان الدونر ياخده منه بايوبسي. ده مش انترناشنال جايد لاين, انما بنسبه 99% دي سو كولد ايجيبشن جايد لاينز should be like the international guidelines اللي هي لازم تبقى متاحه للناس كلها. والا صفوت عبد القادر هيطلع his own guidelines ومحمد احمد يطلع guidelines. لا, احنا في ما لا يتعارض مع ديننا ونوعيه امراضنا وقدراتنا الماليه في التمويل احنا متابعين في الامور العلميه دي ولسنا مبتدعين. مش عايزين نينيشيت ايجيبشن guidelines ويبتدي السوسته تفك ونبتدي نقول اصلي انا بشتغل في قريه في نجع حمادي وما عندناش كذا وكذا وكذا فانا هعملها كده وخلاص وده الايجيبشن جايد لاينز لان ظروف مصر كده. لا, احنا مور ذان 95% من اور جايد لاينز شود بي ابايدنج باي ذا انترناشونال ستاندردز من الميجا سنترز, ودي متاحه للناس كلها. واحنا نعم بنعملها فوليومز وهنخليها اكسسبل. ال 5% المختلفين عن الانترناشنال جايد لاينز يحطوها ميجا سنترز في مصر مستنده الى نقص في التمويل او باترن مختلف سنه في الباثولوجي للامراض في مصر. السؤال الثاني اللي حضرتك ما قلتوش لسه فاكره دكتور تامر, يعني
يعني معلش يعني باختصار علشان احنا فاضل لنا 12 دقيقة والزوم غالبا هيقفل علينا، فحضرتك باختصار عشان لسه في كمان سؤال او سؤالين. الو اللي انا كنت بسأله لحضرتك، هل احنا ميديكال ليجل اللي يبقى مسؤولين لو ما عملناش تريبل اسسمنت بما ان هو في الجايد لاينز الانترناشونال؟ ده اللي انا كنت بسأله. الجايد لاينز الانترناشونال ان ثايرويد 12 صفحه. If you go through them, التريبل بايوبسي اللي احنا بنقولها في البريست ما هياش ستاندرد جايد لاين في ال 12 صفحه بتوع الثايرويد ديزيزز. يعني التيشو سامبلينج في الثايرويد ديزيزز دي صفحه كامله. انا لو عندي وقت او حضرتك يعني نحاول في اللقاء الجاي ننشرها، نحطهم ال 12 صفحه بتوع ال decision making in thyroid surgery كdecision making، ايه اللي يتعمل وما ايه اللي ما يتعملش، مش الاوبراتيف تكنيكس. انما ما احنا قلنا ان ال recognizable دلوقتي انه اصغر بايوبسي از هيمي ثايرويدكتومي. فانا مش فاهم هتسال انك لو ما عملتش تريبل بايوبسي، يعني ما عملتش تريبل اتاك يعني فحص كلينيكي واشعه وبايوبسي، لو الموضوع ده هيريحك جدا. لو الحاله انديكيتس بايوبسي والسسبيشس السسبيشن اندكس عالي جدا وهي سوليد سوليتري نوديول، يبقى حضرتك شيل اللوب ودي الباثولوجيست ياخد وقته يومين ويديك ديفينيت دياجنوزس، يبقى انت عملت تريبل بايوبسي. انما لو هي كلينيكالي از نوت سسبيشس هاتش هلومك لو مشيتها على فولو اب ات اول، قد تلام على العكس. ولو بدخلنا بقى في قصه يلا هوبا تريبل بايوبسي تريبل دياجنوزس زي البريست وهناخد بايوبسي من الكل والباثولوجيست هيديك مسليدنج في التاريخ باثولوجي، غرقنا كلنا. السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ الو اتفضل يا فندم. السلام عليكم دكتور صفوت بيه، دكتور حسين الشريف من السعوديه. يا باشا يا باشا سعادتك الله يخليك. احنا والله سعداء جدا جدا بالمحاضره القيمه دي. والله انا اونرد يعني بوجودك يا دكتور حسين. الله يخليك. هو بس هو حضرتك احنا عندنا طبعا في السعوديه انت عارف يعني ماشيين على الجايد لاينز على طول طبعا في اي ديزيز واي حاجه وكده يعني. ربنا ينجيك من المهالك. ربنا ينجيك من المهالك يا رب ان شاء الله ان شاء الله. بس احيانا حاليا في القاهره في اجازه، امبارح جيت اجازه القاهره كده الحمد لله. اشهر القاهره نورت. الله يخليك منوره بسعادتك. هو في بس يعني في اختلافات بين الكلينيكال جايد لاينز براكتس جايد لاينز والكلينيكال بروتوكولز والكلينيكال باث ويز، يعني دول ثلاثه تيرمز كده المفروض برضو نبقى واخد دي بالنا منهم. حضرتك بتتكلم علم مطلق صح كده. الله يخليك الله يخليك. فالجايد لاينز الجايد لاينز احيانا بيبقى فيه ديفيشن منها بس يبقى جاستيفايد ديفيشن، ما هياش يعني في كل الحالات انا بعمل كده لا حسب الاكسبيرينس. لا في الحدود. يس في اضيق الحدود في اضيق الحدود يعني. فدي يعني احنا عايزين الحاجات دي تبقى براكتس داخل الجامعات يا دكتور صفوت بيه، مش بنتكلم على البرايفت كلينيك لكن على الاقل داخل داخل الجامعات علشان بس النواب والناس اللي هي اللي يعني اللي طالعه جديد دي لا يستفيدوا من الحاجات دي انه فعلا يبقى براكتس بعد كده يطبقوها، وهو بيتعود بعد كده يشتغل على جايد لاينز ما يتعودش يشتغل، يبقى كل حاجه عنده ايفيدنس بيست يعني. ودي الحاجه اللي احنا يعني الواحد حس ان احنا مفتقدينها برضو هنا في الجامعات المصريه يمكن المستشفيات بتاعتنا يعني. لكن هناك انت عارف في السعوديه بتطبق ستريكتلي يعني، ما فيش حد بيشتغل كده يعني، بتعمل موربيديتي ومورتاليتي بعد كل مثلا اي حاله وبتناقش مرجع ويت جايد لاينز وريسورسز، والجايد لاينز تبقى ابديتد لان هي تشينجبل يعني كل شويه بتتغير. أيوة أيوة واللي أيوة أيوة كان النهارده بيبقى بكره غير اللي كان قبل كده. فيعني الناس بتبقى متابعه العلم على ايفيدنس بيز. فده نتمنى ان شاء الله يعني بالحاجات اللي انتوا سعادتك بتحطوها كده الجايد لاينز دي ان تبقى فولود في الجامعات كلها والنواب والناس كلها تبقى يعني وتبقى افيلابل والسورس موجود، لان هناك برضو اي معلومه بتدور عليها بتفتح تكه واحده على الكمبيوتر بيجيب لك كل الجايد لاينز اللي انت وبتقدر تطلع عليها وتشوفها، وفي بوليسيز وبروسيدر لكل الديزيز مانجمنت يعني. فان شاء الله نتمنى ان الامور دي تطبق يعني، لان احنا بصراحه يعني الواحد حاسس ان احنا متاخرين جدا عن وانتوا يعني انتوا كقيادات طبيه
ترجعوا مصر تبقى هي القاطرة للمنطقة بأن احنا يعني نبطل فهلوة يعني يعني هي دي هو المرض بالهاتف قاضينا عليها بفضل الفهلوة نقضي عليها هنبقى زي الفل ان شاء الله ان شاء الله. فاحنا انا سعيد جدا والله يا دكتور صفوت. انا اللي اتشرفت بالقيمة بتاعتك الله يخليك. على فكرة انا بقول للي سامعينا هاي قلت ثلاث جمل شكلهم قريبين من بعض they are different and complementary بعض. انا سعيد بالثلاث جمل ال very scientific اللي سيادتك قلتهم اللي هم ما هماش كوبي من الـ من الجايدلاينز. متشكر قوي. يعني احنا ساعتها كنا لسه المستشفى واخده الجي سي اي اكريديتيشن وكانت الريفيور السيرفير كلهم من امريكا وكده, فبرضه كان بيسالوا على السي بي جي الكلينيكال براكتس جايدلاينز والحاجات بتاعه الدي في تي والحاجات بكل البراكتس جايدلاينز اللي احنا كنا عاملينها. اول حاجه سالوا عليها وناقشوها بالتفاصيل الممله يعني, فيعني كانت من ضمن الحاجات المهمه في الاكريديتيشن برضه بتاع الجي سي اي. اكيد بنتشرف بيك يا دكتور حسين. شكرا جزيلا. كان عميد طب أسوان ومن ضمن الفيري سينيور سيف بروفيسور سيرجري, وانا شخصيا ما في مره بقعد معاه غير اما انا بتعلم منه الحقيقه شديد. تسلم. العفو استاذنا. انت استاذنا ومقبول يا دكتور حسين. الاسلوب الشيق الممتع بصراحه بتاع حضرتك يعني حتى الكلام ما تنسيش بعد كده يا دكتور صفوت بيه, يعني ان الحاله تتزحلق الزحله كده توصل على مكسديما او تطلع على كذا, دي حاجات ما تتنسيش ابدا ترصفت بيها. انا اسف على الالفاظ دي بقى لا يعني بالعكس دي الحاجات دي هي اللي بتبقى ستيكي في مع الواحد ما بينساهاش يعني بيفتكرها. بالعكس ده حاجه يعني ده اسمه السهل الممتنع, يعني ممكن الواحد يبقى عنده يعني كم من معلومات بس ما بيعرفش يوصلها, لكن ان يكون حضرتك يعني بتوصل المعلومه بالطريقه السهله دي انا اعتقد يعني اي حد هيلقطها بسرعه ومش هينساها بعد كده ابدا يعني. فدي بالعكس دي يعني موهبه من ربنا سبحانه وتعالى, وربنا يعني يزيدك منها ان شاء الله. متشكر جدا. شكرا دكتور حسين. احنا عشان ضيق الوقت في ثلاثه رافعين ايديهم. دكتور ياسر قطب عشان هو يعني هو ما سالش قبل كده, فتفضل حضرتك. السلام عليكم دكتور صفوت, ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في عمرك وعملك ودايما نتعلم من حضرتك. الله يخليك. استاذ حاج دكتور صفوت, في الحالات التورتا ثيرابيكتومي بابيلاري ثيرويد كارسينوما طبعا عامه ما بياخدش التوكسين غير بعد ما يعمل راديو اكس ايودين سكان كفولو اب. البابيليفرس بابيلاري ثيرويد كارسينوما بابيلاري ما بنعملش كده خالص. بابيلاري لا بندي راديو اكس ايودين ولا حاجه خالص. البابيليفرس الجراحه فيها ليميتد لو هو لا بابيلاري ثايرويد كارسينوما. ايوه بابيلاري ثايرويد كارسينوما تمام. يعني العيان عمل توتال ثايرويدكتومي. البابيلاري ادينوكارسينوما از يعني ما هياش اجريسيف ديزيز تمام. ولو انا في ميل صغيره في السن وحجم التومر 2 سنتي ومفيش اكسترا كابسولا ايفيجن تمام, ايفن ليميتد ريسكشن يعني تشيل هيمي ثايرويدكتومي يكفي. احتاج تشيل توتال يكفي, ما بيحتاجش راديو اكتيف ايودين ولا اكسترنال ايريديشن ات اول. يعني حتى بعد ما يعمل اللي تحتاج الفوليكولر او الميكسد اليمنت تمام. يعني لما يجي لي في الريبورت بتاعه ان هو في ريمينانت اوف ثايرويد تيشو بعد بابيلاري ثايرويد كارسينوما نو نيد فور مور اف ات از بيورلي اف ات از بيورلي بابيليفرس تمام. شوف حجم التومر اذا كان صغير ما فيش اكسترا كابسولار انفيجن وباختها انها في ميل واقل من سن 40 سنه فولو اب ونقطه من اول السطر. لا تمام. تاخد ريديو اكتيف ايدين ولا تاخد سبريسيف دوز اوف ثايروكسين. نعم. تاخد ريبليسمنت بس خلاص يعني ولا ايه؟ تمام شكرا دكتور صفوت. استنى المغرب يقدم. شكرا. المغرب لسه هو الراجل قال لما قال. شكرا دكتور ياسر. انا معلش. الو انا معاك يا زهراء. ألو. طيب دكتور وائل إحنا معنا 3 دقايق, اتفضل يعني السؤال والإجابة يستغرقوا 3 دقايق. اتفضل يا دكتور صفوت بيه. إحنا في حاجتين قلناهم عشان برضو تبقى مسج موجودة. لو في كويري ريكارنت لارينجال نيرف بولسي العين وهو بيصحى بيحصل استرايدون في بعض الأحيان في البراكتس يقولوا نعمل إندوتراكيال تيوب ونستنى في الرعاية كده زي ما حضرتك قلت, يبقى العين يعمل تراكيوستومي على طول. أنا ما قلتش تراكيوستومي على طول, خليك جنب العيان جوه اوضه العمليات ربع ساعه ونص ساعه وساعه. اذا استرايد راح خير, ما تنقلوش اي سي يو وما تسيبش قرار انه يتعمل له انتوبيشن في الاي سي يو ما يحتاج.
هيفرص ان شاء الله. ماشي. اه هيبقى نونيد. نونيد اخر حاجه الرول اوف فروزن سيكشن، هل ممكن يحل لي المعضله بتاعه الفوليكولر كارسينوما لو عملت فروزن سيكشن في فروزن بجد يعني ايه؟ يعني مايكروتوم بـ 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 بامكانيات فروزن، انما اللي بيتعمل دلوقتي بقى في السريع البني البرنت، يجي الباثولوجيست خمس دقايق ويفتح شنطته وبياخد سكرابينج وبرنت، ده ما ينفعش يجاوب على السؤال. انما لو انت في مكان اكويبت اوضه العمليات جنبيها اوضه فيها ليكويد نيتروجين وفروزن سكشن وصبغات ومايكروتوم، هيديك راي زيه زي الالكتيف باثولوجي اللي هيجي لك بعد باثولوجي بالظبط. واعمل كومبليشن طبعا، يبقى فروزن بجد، يبقى فروزن بجد. تمام تمام تمام. تسلم يا فندم، الف شكر، شكرا لك تصفت بيه، محاضره قيمه جدا، شكرا يا فندم، الف شكر. شكرا شكرا لحضراتكم جدا، شكرا يا دكتور صفوت، وبعتذر وقت احنا قربنا على ساعتين اهوت، فشكرا يا جماعه، وبشكر حضرتك جدا يا دكتور صفوت. النهارده كان في حضور كتير جدا واسئله كتير، وتعبنا حضرتك قوي يعني. انا اللي اتشرفت، وبعتذر ان الوقت ما قضاش لبقيه الساده اللي سالوا يعني. شكرا يا فندم، شكرا. شكرا يا زفر، شكرا، الله يخليك.